صباح الخير والنور والسرور عليكم مشاهدينا من وين ما كنتوا عم بتتابعونا ببرنامج صباح الخير يا وطن بتمنى اليوم يكون حامل لكم تحقيق لكل الاماني والاحلام اللي طال انتظارها قبل ما ننطلق برحلتنا اليوم ببرنامجنا خليني اصبح على زميلتي زينب صباح الخير يا زينب صباحك الله الخير دعاء صباح الخير مشاهدينا من اماره الفجيره ومن برنامجكم الصباحي صباح الخير يا وطن محطات جديده مختلفه وايضا متنوعه ما بين المحطات الطبيه الصحية النفسية والتربوية كل ما يهم الفرد الأسرة والمجتمع تغطيات مختلفة من مختلف مدن ومناطق دولة الإمارات باستضافة ضيوفنا المميزين رح يكون عنا اليوم يا يعني زينب مواضيع كثير متنوعة رح تكون لنا وقفة شعرية ورح كمان نحكي عن التراث وأهمية التاريخ رح نحكي بموضوعنا الطبي عن فتق جدار البطن وكمان رح نحكي أكثر عن حب وتقدير الذات إضافة إلى استعراض آخر أخبار مواقع التواصل الاجتماعي وأكثرها تداولا ومشاهدة ولنا وقفة مع أخبار السعادة في دولتنا الحبيبة شهد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد إمارة الفجيرة اختتام بطولة الدوري العالمي للشباب للكاراتيه بريمير لي كاراتي 1 وتوج أيضا الفائزين في البطولة التي أقيمت تحت رعاية سموه في مجمع زايد الرياضي بالفجيرة وأيضا كرم اللاعبين المشاركين من مختلف أندية دول العالم خلينا نتابع المزيد من خلال هذا التقرير بداية حقيقة أنا سعيد جدا ومنبهر لإقامة هذه البطولة العالمية كاس الاتحاد الدولي للشباب بعدد ضخم لأول مرة يصل هذا الرقم لا لاعبين ولا حكام منتخبات أندية مفتوحة طبعا البطولة اليوم اميز شيء في هذه البطوله رعايه كريمه من سمو ولي العهد الله يحفظه توج هذا العمل وتوج هذه المستويات ورسم الابتسامه على اللاعبين وعلى الاتحاد الاماراتي وعلى الاتحاد الدولي نشكر سمو ولي العهد على هذه اللفته هذه الرعايه الكريمه لابطال الكاراتيه ابطال العالم في الكاراتيه اليوم هنا في الفجيره حقيقه متميزين جدا لانها لاول مره تقام ايضا بطوله تحت 14 سنه ناشئين وشباب وتحت 21 سنه بطوله مميزه ليست كالبطولات السابقه بكل الامور كان الحقيقه من استقبال الناس وتسكينهم وتنقلاتهم وصاله رائعه لاقامه البطوله على اعلى مستوى، خالص الشكر والتقدير لقائد الكاراتيه في الامارات وفي اسيا، سعاده اللواء ناصر الرزوقي، ولجميع اعضاء مجلس ادارته اللي حقيقه يقدمون عمل رائع واحترافي يشرف الخليج ويشرف العرب. الدول المشاركه عدد رقم قياسي، الانديه المشاركه لان هذه بطوله مفتوحه، اكبر من بطوله العالم، لانها يعني ليست مقتصره على لاعب من كل دولة مفتوح الرقم فتميز في كل الجوانب لما وجهت لنا الدعوة من السيد اللواء ناصر الرزوقي رئيس اتحاد الكاراتيه الاماراتي والاسيوي ونائب رئيس الاتحاد الدولي كان لابد من الاستجابة جينا هنا مجموعة من مكونه من رئيس الاتحاد العربي للثقافه الرياضيه والامين العام للاتحاد العربي للثقافه الرياضيه في الاستاذ اشرف محمود والاستاذ ايمن بدرة وايضا الاستاذ حسن مسعود اللي هو رئيس الاتحاد الثقافه الرياضيه بالاردن وعضو وعضو المجلس الاتحاد الثقافه الرياضيه العربي وانا بصفتي رئيس مجلس أمناء جائزة الثقافة الرياضية العربية وإحنا ناويين الحياة نقدر الفجيرة ونقدر سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي على دعمه للثقافة والرياضة بشكل عام فكان لابد من استجابة الدعوة للقاء الجميع والمشاركة حضور في, في 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 النهائي الدوره دوره الكاراتيه اللي اقيمت في الفجيره ونحن نعبر عن يعني على تقديرنا واحترامنا لسمو الشيخ ولي العهد محمد بن حمد الشرقي على دعمه للثقافه والرياضه بشكل عام وده هدف الاتحاد واسمكم نحن اتحاد الثقافه الرياضيه فكان لابد من ان احنا نتشرف بتكريمه ايضا ونقول له ان احنا يعني وراك ومزيد من العطاء ومزيد من الجهد للامارات بشكل عام والرياضة بشكل عام والفجيرة بشكل خاص جميل جدا اهتمام دولة الإمارات بالرياضة وبالتحديد إمارة الفجيرة اللي دائما تدعم هذه الرياضات وأيضا اللاعبين المحترفين ودائما بتذكرنا بالثقافة الرياضية ومفهوم الصحة الجسدية والرياضة وأيضا التي تؤثر أيضا يا زينب على الصحة النفسية يعني اليوم فوائد الرياضة مش بس جسمانية وإنما أيضا نفسية ولكن إذا مارسناها بالشكل الصحيح وبالقدر المناسب بالفعل دعاء ودائما يعني إمارة الفجيرة ترعى مثل هذه المبادرات الرياضية و... والانشطه وكافه البرامج الثقافيه المختلفه باستضافه كافه الرياضات وانواع الرياضات المختلفه ولكن يجب دائما ان نمارس الرياضات بالشكل الصحيح وبالشكل السليم لان بعض الاحيان ممكن تكون بعد الممارسات الرياضيه وبعض الممارسات او العادات الخاطئه ممكن تؤدي الى حدوث مشاكل في جدار البطن او انتفاخ البطن وما يطلق عليه بفتق جدار البطن او الفتاق وبالفعل دعاء يمكن عده عوامل وعده اسباب وعده اعراض بالفعل تظهر على بعض الاشخاص من بعض العوامل المحيطه فيهم. صحيح يا زينب فتق جدار البطن هو الاكثر شيوعا بين الرجال، في تفاصيل كثيره ضروري نعرفها اليوم بفقرتنا الطبيه مع الدكتور باسم الخفاجي استشاري جراحه المناظير والجراحه الروبوتيه وجراحه السمنه، صباح الخير دكتور باسم. صباح الخير دكتور. صباح النور. يعطيك العافيه. يا هلا فيك. بدايه دكتور شو هو فتق جدار البطن وهل يصيب البطن فقط ولا في ايضا اعضاء اخرى ممكن تصاب بالفتق؟ آه الفتق آه حقيقه الفتق ينقسم الى نوعين يعني النوع الاول اللي احنا نسميه فتق داخلي والنوع الثاني اللي هو نسميه جدار البطن او الخارجي. النوع الداخلي هذا المريض ما ممكن يشوفه باعراض معينه ممكن يصيب الحجاب الحاجز او ممكن يصيب بعض الفتحات الموجوده في آه الاحشاء الداخليه للبطن. لكن اللي تتكلمين عن الان انت هو الجدار البطن هذا فتق خارجي ممكن يصيب جدار البطن اللي هو اكثر شيوعا الفتق الداخلي واللي هو اكثر الناس ممكن تهتم به وممكن تشوفه او تلاحظه انه موجود جدار فتق في جدار البطن لكن فتق الداخلي هذا تشخيص يتم تشخيصه عن طريق الاطباء فقط انواع الفتق الحقيقه ممكن نقسمها الى ثلاث انواع الاكثر شيوعا في انواع اخرى ممكن تكون اقل شيوعا نحن نسميه الفتق السروي اللي هو يكون بالسره ممكن يكون وراثي او خلقي خلينا نسميه يولد الطفل به وهذا يكون عند الاطفال هذا علاجه بسيط عاده ممكن ننتظر الطفل يكبر بين سنتين يعني الى ثلاثه عاده يختفي الفتق بدون اي تداخلات لكن اذا استمر ممكن يحتاج الى تداخل جراحي والفتق السروي ممكن يحصل عند كثير من الاشخاص خصوصا النساء وخصوصا بعد فتره الحمل لما يكون جدار البطن ضعيف و وامتداد جدار البطن نتيجه الحمل يؤدي الى هذا الفتق. الفتق الثاني اللي اكثر شيوعا هو الفتق المغبني. الفتق المغبني المنطقه المغبنيه هي منطقه اتصال الفخذ باسفل البطن وهناك ممكن يظهر بروز او انتفاخ وقد يصاحبه بعض الالام، هذا نسميه الفتق المغبني. وعندنا الفتق الاخر ونسميه الفتق الجراحي، الفتق الجراحي يجي نتيجه اجراء بعض العمليات الجراحيه فيعتبر واحد من مضاعفات العمليات الجراحيه انه لما يتم غلق الجدار البطن سواء بعد خصوصا بعد العمليات المفتوحه او عمليات المناظير ممكن ذلك يؤدي الى ظهور فتق بعد فتره معينه من العمليه. تمام بالتالي دكتور لو نتكلم اكثر عن العوامل او الاسباب اللي تؤدي الى حدوث هذه الانواع من الفتق وبالتحديد في جدار البطن اي مثل ما قلت واحده من الاسباب الحمل اي اي شيء يؤدي الى زياده ضغط البطن ممكن يؤدي الى انه لـ 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 تكون الفتق او يكون الشخص هو مهيئ او عنده فتحه موجوده في جدار البطن او فجوه فبزياده الضغط يؤدي الى هذا الفتق. واحده من العوامل الشائعه هي السعال المزمن خصوصا اذا كان مدخن وصدر تعبان ويؤدي الى سعال متكرر. الامساك المزمن وعند كبار السن اللي عندهم امراض البروستاتا وعندهم مشاكل في التبول وحصار في التبول هذه واحده من اهم العوامل اللي تؤدي الى إيه زياده الضغط طبعا ممكن ممكن بعض الرياضات العنيفه اذا كان الشخص مهيئ انه يصاب بالفتق ويشيل اوزان غير عاديه يؤدي الى ظهور بعض انواع الفتق وبعض الناس اللي تشتغل بحمل الاثقال في في عملهم قد يؤدي الى ظهور الفتق. فعلا دكتور باسم اليوم نحن بنعرف انه في دائما اعراض يشعر بها المريض وفي اعراض ممكن ما يشعر فيها المريض، هل يمكن هذا الفتق في جدار البطن بيقدر المريض يلاحظ وجود نتوءات خارجيه او تغير لشكل الجسم الخارجي ولا هي فقط الام داخليه ممكن يشعر فيها؟ لا عاده عاده اغلب المرضى يجون للعيادات يشكون من انتفاخ موجود في جدار البطن مثل ما قلنا في اسفل جدار البطن في اسفل البطن في المنطقه المغبنيه او في الصره او في احد المناطق الاخرى في جدار البطن او اذا كان عامل عمليه سابقا ممكن بمنطقه الجرح للعمليه السابقه. عاده اكو انتفاخ ممكن يكون مصاحب بالام ممكن يكون غير مصاحب بالام. عاده هذا الانتفاخ يظهر لما يكون الشخص واقف لفتره طويله او يؤدي جهد معين يحمل اوزان ثقيله او خلال سعله او خلال الامساك يظهر عنده هذا الفتق او عندما يرفع اثقال ثقيلة عاده عاده ما هذا الكلام اغلب المرضى ما يراجعون الاطباء لما يشوفون هذا البروز او الانتفاخ لكنه الام <applause> غير عاديه عاده يلجأ للاستشاره الطبيه تمام، هل التشخيص دكتور كافي الكشف أو عن طريق الكشف السريري ولا تحتاجون لعمل بعض الأشعة سواء الأشعة السينية أو الأشعة المقطعية عشان تتأكدون بالفعل من وجود فتق في هذا المكان أو في هذه المنطقة؟ نعم نعم عادة 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 من التشخيص السريري حوالي 90% ممكن تشخيص هذه الحالة سريريا وممكن يقرر الطبيب ويقدر مدى خطورة الموضوع أو لا يحتاج إلى عملية سريعة أو لا بس عادة نلجأ الفحوصات الجراحية لما يكون عندنا خصوصا اذا كان مريض سمين عنده زياده في الوزن طبعا نسيت اذكر ايضا واحد من اسباب ظهور الفتاق هو السمنه لانه السمنه ايضا تخلي جدار البطن يكون ضعيف فيؤدي هذا لا ظهور الفتاقات. فعاده الفحص السريري والتشخيص السريري يكون كافي بس احنا ندعم هذا التشخيص بالفحوصات السريريه عاده السونار او يكون كافي للتشخيص اذا حسينا انه بعض الاعشاء الداخليه وهذه هي مشكله الفتق انه بعض الاحشاء الداخليه ممكن تدخل خلال هاي الفجوه مثل امعاء او بعض دهون البطن وتؤدي الى فاذا شكينا انه اكو اختناق الأمعاء او اذا شكينا اكو بعض من الاحشاء الداخليه داخل هذا الفتق نلجا الى الفحوصات الاشعه الصينيه او صحيح طيب دكتور باسم اليوم في بعض المرضى بيقولوا انه ممكن الفتق يشفى بنفسه او يمكن ما بيحتاج علاج او تدخل جراحي جراحي. قد الامر خطير جدار فتق البطن قد هو خطير هل ممكن ان المريض يتعايش معه ولا هل بيتطلب تدخل جراحي سريع وفوري لا التدخل الجراحي اولا ماكو اي علاج للفتق غير التدخل الجراحي فقط لانه عباره عن ديفكت عباره عن فجوه فتحه يجب غلقها وعاده نحن ندعم هذا الغلق بشبكه علشان نمنع رجوع الفتق مره ثانيه. عاده عاده كثير من المرضى لما يشوف ما في الام او ما يعاني من الالم ما يراجع الطبيب لكنه يفضل انه لما تكون اكو الام متكرره زياره الطبيب لتقييم حاله المريض وهل هو بحاجه الى عمليه سريعه ام لا احنا ما نقول عمليه سريعه عاده العمليه سريعه او الطارئه لما نصير المضاعفات وهنا مشكله الفتق احنا ننصح المريض باجراء الفتق لما يكون عنده الام لانه ممكن يصير عنده المضاعفات والمضاعفات من تصير لا يكون ما يكون عندنا وقت طويل ل... 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 لتدارك اثار هذه المضاعفات واحدة صحيح. واهم من هذه المضاعفات هي انسداد او اختناق الامعاء واذا الاختناق الامعاء يتم لما الفتق يصير ضيق على الامعاء اللي دخلت داخل الفتق ويؤدي لانقطاع الدوره الدمويه عن يعني الامعاء ويؤدي للجنجرين خلال 6 ساعات الى 12 ساعه اذا ما يعمل العملية ممكن يصير ممكن يضطر الجراح الى قص الامعاء فاحنا دائما ننصح المريض انه ما داعي توصل هاي المرحله لما يكون عندك فتق يفضل استشاره الطبيب الطبيب حيقيم الحاله ممكن بعدين تعمل العمليه بشكل مخطط له افضل مما تجيك بحاله طارئه خطيره وممكن يكون صحيح امكانيات جيده تمام بالتالي دكتور يمكن المضاعفات اللي ذكرتها او المشاكل الصحيه اللي تصاحب عدم التشخيص المبكر للفتق اللي يحدث في جدار البطن، هل ممكن ايضا تؤثر على الممارسات الحياه العاديه، الحركه، تناول الطعام عند بعض الاشخاص؟ اكيد اكيد لما يكون عنده فتق اكيد لما يؤدي الى بعض الممارسات الحياتيه كالرياضه، ممكن يشعر بآلام خلال ممارسة الرياضة ممكن هذا يعوق الأمور الرياضية عنده وعادة ما ننصح أي شخص عنده فتق أنه يحمل أوزان ثقيلة ولذلك لما يقوم بإجراء العملية ممكن يسترجع حياته الصحية بشكل أفضل من الأول جميل طب دكتور باسم كان في معلومه بتقول ما بنعرف صحتها انت بدك تاكد لنا انه الرجال الاكثر اصابه بفتق البطن او جدار البطن هل هذه المعلومه صحيحه وفي حال كانت صحيحه شو هي الاسباب اللي بتخلي الرجال اكثر عرضه عاده الفتق المغبني الرجال اكثر من النساء اللي احنا قلنا هو جدار البطن الفتق السروي عادة نلاحظ عند النساء اكثر من الرجال مثل ما قلنا بسبب المرأة لما تكون عندها اكثر من حمل يؤدي الى ضعف جدار البطن وضعف جدار البطن يؤدي الى ظهور الفتق عندهم فعادة الفتق المخبني اكثر عند الرجال بس الفتق السروي يكون اكثر عند النساء. تمام دكتور ذكرت يمكن التدخل الجراحي هل كل العمليات يتم اجراءها باستخدام التخدير الكامل ولا هناك بعض العمليات باستخدام التخدير الموضعي او باستخدام ايضا نقول التقنيات الطبيه الحديثه مثل المناظير وغيرها لا احنا الان اغلب اكثر من 90% من عمليات الفتاق نجريها بالتقنيات الحديثه اللي هي جراحه المناظير وايضا الان دخلت الجراحه الروبوتيه بتصحيح الفتاق فالشركات العالمية أنتجت كثير من المواد المتطورة لإجراء هذه الجراحات بشكل كفو عن طريق المناظير والروبوت لكن بعض الحالات تستدعي إلى أنه نجري الفتق بالعمليات الجراحية بالنسبة للتخدير إذا كان بالمناظير أو الروبوت أو إذا كان جدار البطن فتق كبير عادة نطلع نلجأ للتخدير العام لكن إذا كان فتق مغبني وليس بالمنظار وإنما كان مفتوح عادة ممكن نطلع بالتخدير الموضعي او التخدير النصفي، لكنه جراحه المناظير الان هي الجراحه المتطوره اللي يمكن اجراء بها جميع انواع الجراحات او جميع انواع جراحه الفتق بامان وبسلام وممكن يرجع المريض لعمله ويمارس حياته الطبيعيه اسرع بكثير من العمليات المفتوحه. جميل طب دكتور شو هي النصائح اللي بتعطيها لاي شخص خضع لجراحه يمكن هذه العمليه الجراحيه بعد فتق جدار البطن؟ يعني اكيد تعتمد اولا اذا كانت بالمنظار او اذا كانت بالمفتوح عاده بالمنظار نسمح للمريض بالحركه ايضا ممكن يخرج نفس اليوم العمليه بنفس اليوم وبنفس الوقت وممكن يمارس بعض الامور الحياتيه البسيطه بدون اي مشاكل لكنه بالمفتوح لا يعتمد اذا كان الفتق في جدار بطن كبير ومعقد او كانت الفجوه كلش كبيره ممكن نضطر نخلي المريض يقيد الحركة المريض ورفع الاثقال لفتره اطول ممكن تطول الى عده اسابيع بس عاده بجراحه المناظير الموضوع بسيط المريض يرجع لعمله ثلاث الى أربعة ايام بسهوله او نشاطات اليوميه بكل بكل بساطه وايضا يجب ان نعالج الاسباب اللي ادت الى الفتق اذا كانت موجوده مثل ما قلنا الامساك او السعال المزمن وعادة ننصح بتوقف التدخين فترة قبل العملية إذا كان مدخن علشان لا يتعرض إلى السعال بعد فترة العملية مما يمنع رجوع الفتق مرة ثانية تمام. يعني لازم دائما دكتور نقول نهتم او ندير بالنا على بعض الممارسات بعض العادات اللي ممكن تؤثر فعليا على جدار البطن وممكن تؤدي الى حدوث الفتق او الفتاق دكتور باسم الخفاجي استشاري جراحه المناظير والجراحه الروبوتيه وجراحه السمنه شكرا لك دكتور يعطيك العافيه نورتنا شكرا جزيلا يعطيك العافيه دكتور شكرا جزيلا شكرا مشاهدينا دائما نحاول نلجا الى التشخيص المبكر في الوقت الصحيح والوقت المناسب عشان ما تؤدي الى العديد من المضاعفات والمشاكل الصحيه اللي ممكن تؤدي على بعض تؤدي او تؤثر الى الممارسات الحياتيه بالشكل الخاطئ او بالشكل السلبي. فاصل سريع ونرجع نكمل مشوارنا الصباحي انتظرونا. وصلنا معكم مشاهدينا لاخبار السعاده على ارض السعاده ونبداها باول خبر حيث اصدرت وزاره الدوله لشؤون المجلس الوطني الاتحادي دليلا بعنوان بناء القدرات البرلمانيه لمجتمع دوله الامارات والذي يتضمن خمسه محاور رئيسيه سلطت الضوء على عده موضوعات هي برنامج التمكين السياسي والمجلس الوطني الاتحادي وانتخابات المجلس الوطني الاتحادي وبناء قدرات الناخب وبناء قدرات المرشح جاء ذلك ضمن جهود الوزاره المستمره لتعزيز الوعي السياسي ونشر ثقافه المشاركه السياسيه والتعريف بانتخابات المجلس الوطني الاتحادي والاجراءات المرتبطه بها يا زينب بالفعل اضافه الى تطرق الدليل في محور التمكين السياسي الى بيان المفهوم العام للتمكين وبين الدليل ايضا في محور المجلس الوطني الاتحادي الغرض من عضويه الم... المجلس الوطني الاتحادي للاعضاء واستعرض الدليل في المحور الاخير الخاص ببناء قدرات المرشح جميع مراحل الترشح للعضويه وبالتحديد عضويه المجلس الوطني الاتحادي والشروط الواجب توافرها في من يرغب في الترشح لهذا المجلس اجراءات الترشح وكيفيه اداره الحمله الانتخابيه وصياغه البرنامج الانتخابي للمرشحين في المجلس الوطني الاتحادي في دوله الامارات. جميل جدا يا زينب ولكن ايضا ذكرنا في بدايه الحلقه انه دائما دوله الامارات تهتم بالرياضه بكافه انواعها وبمختلف اشكالها، حيث اعلنت كل من دناتا للسفريات الحكوميه التابعه لي للخدمات الجويه والسفر العالميه وشبكه اي اي تي سي من شركه الامارات للاتصالات المتكامله وايضا الاذاعه العربيه ومجلس دبي الرياضي عن اطلاق بطوله بدل تنس جديده للموظفين الحكوميين في الفتره من الثامن الى العاشر من شهر مارس الحالي حيث شهد الإعلان عن الحدث الرياضي سمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم الرئيس الأعلى ورئيس التنفيذي للطيران الإمارات والمجموعة حيث وقع سموه قميصا مقدما من أكاديمية وورد بادل يمثل مكان إقامة البطولة المقبلة والتي ستقام برعايته بالفعل وقال سموه ان بطوله دناتا للبادل سوف توفر امام المشاركين والمشجعين فرصه رائعه لتجربه قوه الرياضه والفوائد اللي تجلبها ونحن في مجموعه الامارات ندرك الدور الحيوي اللي تلعبه الرياضه في كافه المجالات في تعزيز الصحه الهام وتعزيز الناس وبناء فرق قويه وتؤكد ايضا الانشطه اللي ممكن ترعاها التزام طويل الامد بدعم الاحداث المبادرات والبرامج والانشطه اللي اللي تساهم في رفاهيه المجتمعات إلى إمارة دبي اللي دائما تهتم بكافة التخصصات التقنيات وحتى إنشاء المنشآت الجديدة في القطاع الطبي كونه قطاع صحي حيوي بالفعل سواء داخل إمارة دبي وأيضا في دولة الإمارات العربية المتحدة تم إنشاء مركز النوبات القلبية في مستشفى الزهراء بإمارة دبي مزيد من التفاصيل نشوفها وياكم في هذا التقرير نفتخر ان احنا اول مركز في في الامارات كلها ان هو يبقى جي سي اي اكريديتد جي سي اي اكريديتيشن ده امريكان اكريديتيشن مش اي سنتر مش اي مستشفى بتحصل على هذا اكريديتيشن لانهم لهم شروط دقيقه احنا الحمد لله حصلنا على الاكريديتيشن من سنتين تقريبا وهو يعتبر السنتر الوحيد اللي في الامارات اللي هو بيتعامل مع الحالات الحرجه في وقت معين و24 7 يعني على مدار الساعه احنا الاول عندنا نوعين من الاجهزه عندنا جهاز القسطره نفسه ده الوحيد في الميدل في ايست كله يعني دي الفيرجن الوحيده او النسخه الوحيده اللي موجوده في الشرق الاوسط كله وطبعا كل ما يبقى عندك احدث نسخه او النسخه من فيرجن من الكاس لاب ده بتديلك طبعا اولويه ان انت تقدر تتعامل مع حالات القلب الحرجه حالات جلطات المخ الحرجه وجلطات الاطراف فالجهاز ده مش للقلب بس لكل الجسم نقدر نقول من من الرجل لحد الراس فوق ثانيا عندنا برضو الجهاز الجديد اللي هو الوحيد يعتبر الوحيد اللي هو او اللي هو الالي لو نعمل القسطره عن طريق الجهاز الالي وده الوحيد في الشرق الاوسط هو موجود في المستشفيات الحكومية بس كمستشفيات خاصة إحنا المستشفى الوحيد الفايدة طبعا بتاعت الروبوتك إن هي أولا للمريض الدقة فالروبوتك هو اللي بيحسب لك بالظبط قياسات الدعامات والبالونات اللي انت بتستخدمها ففي الاخر المريض هيستفيد كل ما تبقى في دقه في اختيار السايز او الحجم بتاع الدعامه كل ما المريض بيبقى مستفيد من الموضوع ده. ثانيا حمايه للمريض من الاشعه وحمايه للطاقم الطبي من الاشعه. وثالث حاجه والاهم ان احنا عندنا خطه ان احنا نبقى المركز التدريبي الوحيد اللي في الشرق الاوسط للتدريب على الجهاز الآلي أو الروبوتك قسطرة الروبوتك احنا اليوم بنتكلم عن الجهاز القسطرة اللي هو شركة سيمنز أرتس أيكونو جهاز القسطرة اللي موجود عندنا ده بيتيح استخدامات غير مسبوقه لعلاج امراض الاوعيه الدمويه الطرفيه زي انه بيوفر لنا صوره امكانيه التصوير ثلاثي الابعاد اثناء العمليه لايف ده بيساعد كمان ان احنا نقدر نقلل جدا كميه الصبغه اللي بنستخدمها اثناء عمل اجراء الأساطر المختلفه لمرضى الشرايين الطرفيه او مرضى الاورده او ما يسمى بتمددات الاوعيه الدمويه الكلام ده كله كان عمليات بالغه الخطوره وبتاخد وقت طويل جدا وبنحتاج نستخدم كميه كبيره من ماده الصبغه عشان نعرف نشوف الشرايين والاوعيات الدمويه احنا بنشتغل في ظل التكنولوجيا الحديثه زي ال 3 d او ان احنا بنقدر نركب الصور فوق بعضها في الجهاز ده بيتاحها لينا بقينا بنقدر نختصر جدا الوقت ونقلل كميه الصبغه اللي بنستخدمها لعلاج المشاكل دي وده كمان ادى الى ان احنا بقينا بنحتاج نقعد المريض في المستشفى فتره اقل وبنقلل حجم الجروح وحجم الندب اللي عنده وبالتالي بنعالج بصوره اسرع وافضل وضع جميعنا كنا نسمع مؤخرا عن مفهوم حب الذات واللي احيانا يختلط ما بين الانانيه وحب الذات وتقديرها او بما يسمى الاستحقاق بالفعل دعاء وبعض الناس يمكن يخلطون بين هذه الامور وما يعرفون كيف يثقون في انفسهم يحبون انفسهم بالفعل عشان يحققون بعض الاهداف بعض الرسائل في الحياه بشكل عام اليوم نتعرف اكثر على كيفيه تحقيق حب الذات شو هي العوامل بالفعل اللي تخلي الاشخاص يحبون انفسهم وذواتهم مع اللايف كوتش رانيا عمران صباح الخير صباح النور نورتينا صباح النور دعاء خير الحمد لله أه. نورتينا في بالبدايه يعني آه رانيا خلينا نتكلم عن كيف ممكن نحقق حب الذات وحب انفسنا اللي يمكن بعض الناس انه يشوفونه شيء عادي وانه اكيد متواجد عند الجميع. أه طيب حب الذات هو علاقه بيني وبين نفسي، يعني دائما الناس تعرف تتكلم عن علاقه مع الشريك، عن علاقه مع الاصدقاء، مع الابن، مع الام، مع كذا، بس علاقه تقدير الذات هو اساسه علاقتك بنفسك. فعلاقتنا بنفسنا واحنا اطفال بتكون ممتازة جدا. حتى يجي الوقت اللي يبدا فيه الاب مثلا والام الطفل الاكبر مثلا يقول اتنازل عشان انت الصغير، عشان انت الكبير هو الصغير. آه تبدا التضحية، يبدا يخش آه المفهوم ومعتقد التضحية، وانك لازم تضحي عشان شخص اخر آه يكون مرتاح، بعد كذا بيجيك بي كانه اتيتيود آه شيء عادي انك لازم تعمله. بتعمله في الشغل بتعمله مع الشريك مع اخوانك دائما كانه عادي هنا بيبدا تقدير الذات يبدا ينخفض والاستحقاق وانه صحيح. انا استحق ايوه صحيح يمكن نحن بنعرف انه دائما البيئه اللي بيربى فيها الانسان في طفولته وتحديدا يمكن السنوات الاولى من عمره هي اللي بتعلمه قيمه نفسه اذا احنا علمنا الطفل اليوم انه هو ذات قيمه ويستحق الحب والتقدير يمكن يطلع شخص قادر يحب حاله وبالتالي يقدر يحب اللي حواليه لكن اذا طلع الطفل غير شبعان للحب والحنان رح يشعر انه هو غير مهم فبالتالي مثل ما ذكرتي رح يضحي شو الامور الاخرى اللي ممكن تتاثر بحياتنا اذا كان عندنا تقديرنا لذاتنا ضعيف او نشعر بعدم قيمه انفسنا طيب من الحاجات اللي هتكون ظاهره لشخص ما بيقدر نفسه نفسه انه بينتظر يعني يجيه كلام ايجابي من الاخرين من الخارج، يعني هو بيستمد صح. طاقته من الخارج، دائما منتظر يعني كانه يصفق له، كانه 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 بيرجع لطفولته، الام والاب لما كان المفروض يصفقوا له، المفروض يقولوا انت شاطر، صح. انت صح، فهو بينتظر الحاجه دي حيستمر ينتظرها من مدير العمل، من رئيس القسم، من اخوانه، من اصدقائه، من الشريك. دائما ينتظر التقدير. ولما ما يحصل تقدير هنا بيبدا يكون حزين جدا. في حالة من الاكتئاب في حالة من الحزن في حالة من الوحدة وبيبدأ يشوف إنجازاته يعني صغيرة مهما كانت كبيرة طالما ما في أحد قال لي أنه الـ الـ الإنجاز ده كبير والإنجاز ده بيستحق هو هيفضل شايفه صغير صحيح لأنه ينتظر يمكن هذه الأشياء أو العوامل الخارجية رانيا هي اللي تأثر على تحفيزه لحبه أيوة. لذاته لو نتكلم عن موضوع اكتشافنا لقدراتنا وبعض مهاراتنا هل بالفعل راح تأثر على كيفيه حبنا لذاتنا، مدى اهميه معرفتنا بهذا الموضوع ومدى تاثيره او علاقته بحب الذات. اكيد لو, لو انت عندك شيء بتعمله منغمس فيه اللي هو حاله الانغماس اللي هو يكون عندك عمل او او موهبه او هوايه بتسويها وبتنغمس فيها بيزيد اكثر علاقتك بنفسك لانك بتكون عندك الوقت والمساحه مع نفسك انك تكون متواجد مع نفسك بدون اخرين، دي هي الوقت ده هو الوقت اللي بتقدر تبني فيه علاقه مع نفسك. حتى لو كانت تدمرت في وقت ما او بدات تكون ضعيفه في وقت ما بس وجودك مع نفسك قاعد يزيد يعني حتى دائما انا للعملاء الامهات اكثر شيء بيجوا بقول لها اول شيء ابدي بانه يكون عندك وقت خاص ما في لا الاطفال ولا الزوج ولا الام ولا ولا اي احد ده اول شيء بتبدي به انك انت تبدي تقدري بذاتك ودائما اللي بيشتكوا من تقدير الذات النساء لانه عاطفيين وبيحبوا يضحوا عشان الحاجات تمشي يعني اخواته يكونوا مبسوطين امها شريكه ما مشكله على نفسها فدايما تقدير الذات بيكون فيه مشاكل اكثر عند النساء صحيح. دائما الشخص المضحي بيكون مستنزف اكثر من غيره وطاقاته بتنفذ اسرع من غيره، اليوم نحن بنعرف انه دائما في ثلاث شخصيات رئيسيه اللي هي المنقذ الجاني واللي دائما بيلعب دور الضحيه، دائما الشخص المنقذ بتلاقيه يمكن مستنزف ما قادر يحب حاله لحتى يقدر يعطي الحب لغيره، اليوم كيف ممكن ياثر هذا الموضوع على العلاقه الزوجيه او خلينا نقول ارتباطنا بشريك مستقبلنا؟ طيب اذا هنربطه بالكلمه اللي قلتيها في الاول الاستحقاق اذا انا مع شريك بقدم بقدم عطاء 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 بعد شوي هيكون كانه قاعده كانه ده البيزك انه انت اصلا المفروض تعطي ففي الوقت اللي بتوقف فيه العطاء بتبدا تحصل المشاكل او بتبدا تحصل الرفض انه ليه انت وقفت الحاجه دي دائما دائما ب... هنا بطلب من حتى اللي بيجوني شركاء انه العطاء يكون متزن بحيث انه العطاء اللي بنساه عارفه ال... تدي تدي حاجه وتنسي انك انت يعني تجيك مثلا مثلا زي الهدايا ندي هدايا مرات وبننسى اننا هدينا الناس نفس الشيء مع شريك انه تدي للحد اللي بيخليك مرتاح وما بتستنى بتنتظر انه يجي راح. المقابل ايوه بتنتظر المقابل لأنه لما من هذا ندي كثير بنكون منتظرين يعني لو مرضت لو تعبت هيعمل هيعمل نفس الشيء ولا لا فقعد أد... دائما العطاء يكون في الحد اللي انت بتكون مرتاح فيه وما منتظر صحيح يعني ما ما دائما يكون في في العلاقه اخذ وعطاء بالتالي يمكن هالشيء راح ياثر علينا وكيف راح نعطي الطرف الاخر، لو نتكلم عن موضوع الصدمات رانيا بعض الاشخاص يتعرضون لبعض الصدمات وبعض الامور والتجارب نقول المؤلمه او الحزينه في الطفوله او حتى بعد ما يكبرون، مدى تاثيرها على حبنا لانفسنا ولذواتنا؟ الصدمات دائما يعني اكبر صدمات بتجي هي المقارنه بين طفلين. دي اكثر شيء قاعد يضرب بيخلي التقدير الذات فيه مشاكل وفيه تعقيدات او حتى الاساءات سواء أيوه. لفظيه، جسديه، عاطفيه اكيد لانه هو الطفل لو انت اديتيه لفظ معين او اهنتيه اهانه معينه بتثبت في راسه فبيبدا دائما في الحاله التجنب والاثبات، هيتجنب عمره كله انه في الشغل او في العمل او صح. في العلاقه يقولوا له اللفظ زمان امه قالته حيكون دائما بيتجنبه او حيكون دائما في حاله اثبات العكس انه هو ما ما كان الشخص مثلا أنا أنا الغبي او او ما شاطر او غيره فعلا فبتعمل الصدمه زي دي بتعمل التجنب والاثبات كده دائما لما الناس يجوا بقول لهم اساله اول سؤال شنو انا بتجنبه شنو انا بثبته هتعرف كثير جدا حلو جميل جدا نسال حالنا هذا السؤال فعلا. بالفعل رانيا ويمكن بعض يمكن الاشخاص يقدروا يتخطون هذه الامور، البعض الاخر لا، تشوفينه يمكن في هذه المنطقة للاسف وما قادر يتخطى هذه الصدمات، شو ممكن تكون المراحل او نقول الخطوات الاولى اللي تساعد بعض الاشخاص بالفعل انهم يتخطون بعض الصدمات حتى لو كانت بالفعل صعبة عليهم. مبدئيا اذا انا في في مرحلة وعرفت انه انا ما عندي تقدير عالي لذاتي، انا اتقبل مرحلة انه ابدا يعني دائما الشخص اللي عنده مشكله بتقدير تقدير الذات محتفظ باشخاص سامين في حياته فانا ابدا مبدئيا اتقبل انه انا حتجي مرحله في حياتي ما حيكون فيها اشخاص كانه برتب المكان كانه بفضل المكان عشان يجي الاشخاص اللي بيخلقوا توسع بيخلقوا بهجه فلو في شيء حنصح انه انت دا عاوز تستقبل نسختك الجديده اللي فيها تقدير ذات اعلى مبدئيا ابدا استرخى مع الموضوع انه هم ممكن يطلعوا في اي وقت صح. ممكن الناس بعد شوية ترفض لو انت بس بدأت تشتري ملابس حلوة لنفسك، في ناس حيرفضوا الموضوع ده، لشخص ما 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 كان بيقدر ذاته، صح. لو بدا يرفض انه يبدو مقاومة ايوه، حيبدو يضغطوا عليه نفسيا بانه اتغيرت، اناني، اللي هي اول حاجة تقال تقدير ذاته أنانية انت اصبحت اناني، انت انت ما بيهمك غير نفسك، حيبدا يتقال الكلام ده انه الواحد يكون جاهز، نسخة الجديدة عشان تطلع لازم القديمة تتعرض لشوية ضغط يعني ضغط دائما من أجل التغيير للأفضل لازم نضحي بشوية أمور لحتى نكسب أنفسنا اليوم إحنا يمكن عم نحكي عن حب الذات ولكن في ناس كتير اللي ما بتفهم مفهوم حب الذات بالشكل الصحيح والسليم ممكن تدمج ما بينه وما بين الأنانية والنرجسية أيضا اليوم أي شخص عنده تقدير لذاته بيعرف قيمة نفسه ولكن ما ببالغ في إظهارها يعني اليوم النرجسية هي من الأمور اللي عم نشوفها بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي وحتى في مجتمعاتنا وأيضا الأنانية الأشخاص اللي دائما يضعوا أنفسهم في المقدمة وبينسوا أنه إحنا عنا يمكن ملكة التعاطف والانسانيه واحيانا اليوم انا فعلا انا مهمه وقيمتي عاليه ويمكن وقتي مهم وصحتي مهمه ولكن في بعض الاحيان في جانب اخر يطغى وهو التعاطف اليوم انا ممكن اتنازل لحتى امر ما اليوم ممكن اغض بصر عن اساءه لاني انا ارحم من هذا الشخص اليوم ممكن شو الفرق ما بين حب الذات تقدير الذات الاستحقاق الانانيه والنرجسيه اللي كلهم تقريبا ممكن يكونوا كلمه واحده انت اخر اخر جزء اللي قلتيه دعاء اللي هو انه انا بكون بتنازل عشان حاجه تمشي ده بوعي يعني انت بتعمليه بوعي صح انت عارفه انه بدون ما تكوني مغيبة مثلا محتاجه انه انا الليلة اديها الاولويه ده بوعي بس دائما لما يكون تقدير الذات منخفض بيعملوا التصرفات دي بدون وعي بدون تفكير صحيح طيب الفرق بين انه انا اكون اناني وعندي تقدير ذات يستحيل شخص عنده تقدير لذاته ياذي الاخرين نفسيا. صحيح. او يبدا يا ي... يكون محيطه. او يبدا يغرقهم حب وبعد كذا يسحبوا صعب جدا انه يتعامل كذا، صعب جدا ينتقد شخص بطريقه جارحه. الانسان اللي بيقدر ذاته، الاناني عكس لانه دائما حيفتش العيوب والفراغات الموجوده في الناس عشان يسلط عليها الضوء عشان يظهر هو نجم، فهم ظاهرين جدا الاناني والمحب لذاته. واضحين جدا يعني المحب ده شو شخص متعاون؟ شخص محب جدا لانه كل اللي حوالينه يتطوروا ويكونوا مبتهجين ومبسوطين، الاناني لأ, لا كل ما انتم كنتوا مخفضين كل ما هو حس شعر بعظمته هو النرجسيه اللي جواه بتكون اكثر بتبدا كانها بتتغذى فهم فرق بينهم واضح جدا يعني لو الواحد بس ركز انه ده شخص بيأذي ولا بيفرق يفهم بيخلق الفرق بين الاثنين ايوه ده بيخلق وده بيدمر باينين يعني تمام. طيب في ناس يمكن تخلط بعد رانية بين آه الثقة بالنفس ويوصلون لمراحل الغرور للأسف م. في بعض الأحيان كيف نقدر نفصل بين الأمرين يعني يكون شخص وايد واثق من نفسه ومن ذاته وتشوفينه ممكن في بعض الأحيان يغتار في بعض المواقف أو الأمور في حياته. شوف موضوع الثقة بالنفس أه يعني أصبح شيء كذا. كانه كانه شيء ظاهر اكثر من انه شيء باطن، ليه؟ لانه البودي لانجوج لغه الجسد كيف تتعامل كيف تتصرف كيف تنظر تفضح. يعني اصبح عنده استراتيجيه فهو يعني الثقه بالنفس يعني ممكن شخص يكون مهزوز جدا من الداخل بس يظهر يحفظ يحفظ الحركات حقت البودي لانجوج ويظهر انه هو واثق من نفسه، فانا بالنسبه لي الثقه بالنفس حتظهر في 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 التحديات في ال في الاشياء اللي كذا الغرور لو يعني لو شخص هو فعلا واثق من نفسه صعب جدا يختار، صعب، يا يعني ما حيكون عاوز يظهر شيء مبالغ فيه، ما حيكون عاوز يظهر انه اللي حوالينه اغبياء او ما بيفهموا الموضوع، لا، الشخص واثق من نفسه حيكون حتى الأغلب اغلب الناس الواثقين من معلومات وكذا، غالبا ما بيتكلموا كثير، يعني ما 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 بيحاولوا يظهروا انه اللي حولهم ما فاهمين وما ما بيعرفوا، فهي الثقة بالنفس بس انا حسيت انه مؤخرا بدت يتلعب فيها فانه بحفظ الناس يعني يسوي كذا يتصرف كذا اعمل كذا خلاص يلا واثق من نفسه اشياء ظاهره أيوة. لكن الناس ما قلت يمكن الواثق من نفسه الاشياء يعني تظهر بطريقه عفويه ما يحاول يستعرض امام الناس شو أيوة. الاشياء اللي يمتلكها وبنحس تعرف انا بالنسبه لي شعورنا نحن كبشر وادراكنا اعلى من اي كتاب واي معلومه نحن مدركين اللي جنبنا نرجسي ولا واثق من نفسه صحيح. ولا عنده تقدير ذات صحيح. ولا اناني، نحن مدركين تماما بس مرات بنكذب نفسنا عشان ندي الناس فرصه. صح. فما نحكم عشان حرام ليه اقول كذا ليه؟ 100%، رانيا اليوم نحن يمكن قبل فتره كنت عم بقرا اه شيء احصائيات بتقول انه اليوم اغلب الناس عندها مشكله مع شكل جسمها الخارجي، نحن اليوم في صراع بنحاول نكون فت عنا الشيب المثالي يمكن هذا كمان بفعل مواقع التواصل الاجتماعي والمثالية المفرطة اللي عم نشوفها على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم أيضا في تقليد أعمى والتقليد الأعمى نابع من عدم تقديرنا لذواتنا ودائما شعورنا بالنقص اليوم في أيضا مفهوم واللي هو الكمالية والبرفكشنست اليوم الأشخاص تتباهى بأنهم يسعون للكمال هل فعلا مفهوم الكمال المصطنع والمزيف يتعارض مع حب الذات اليوم أنا أسعى للكمال الكمال اللي معرفتي إنه في داخلي خواء ونقص هل هذا صحيح؟ شوفي من من العناصر اللي في الحب الذات السماحة يعني أنا أسمح لنفسي إني أنا أكون مرات غلط صحيح. وأكون ناقص تقبل أسمح لنفسي أيوة التقبل شوية فيها أجريسفنس اللي هي إنه يعني كأنه أنا في نعيب قوي ومضطر أقبله م. بس السماحة مساحة حي. يعني أنا في مساحة مع نفسي انه من حقي اغلط من حقي مرات ما اكون في الوزن المثالي من حقي مرات ما اكون اجمل شخص في المكان من حقي اكون انسان فهي من 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 عناصر السماحه والجزء الثاني الاكرام الاكرام هو انه انا لما تكوني في حاله اكرام مع جسدك مع 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 صحتك صعب جدا ترضي الاخر بشكل معين وجسمك يعني يعني مثلا جسمك اليوم عايز يلبس فستان مريح بس عشان الناس ممكن تلبسي فول سوت او او غيره عشان تضايقي نفسك بس عشان ترضي الناس، لا لما تكوني في مرحله في احساس بالحب الذات صعب جدا تلبسي اللي بيرضي الناس بس حتكوني في حاله علاقه حلوه مع جسدك فاتوقع انه تقدير الذات يعني او, أو, أو يعني دائما حيكون في المساحه دي انه من حقي مرات ما اكون بيرفكت، اذا في شخص بيضغط على نفسه جدا عشان يكون مثالي فستيل هو في مرحله التجنب والاثبات. جميل. أنا عايزة أثبت بتنفسك. أني أنا أحسن واحدة وعايزة أتجنب أنه شخص ينتقدني لأنه أنا لاسعة جداً في الانتقاد أنا ما عندي المساحة لأني أسمح للآخرين حولي إنهم يكونوا مرات غلط صح. يعني أكثر ناس بيخافوا من الانتقاد هم الناس اللي بينتقدوا الأشخاص فخايفين يرد عليهم بالعكس بطريقة عكسية تمام أيوة. يعني رانيا الأشخاص اللي وصلوا لمرحلة الثقة وحب الذات هل أيضا ممكن يكونوا أشخاص متسامحين متعايشين مع اللي حولهم يعني هذا الشيء ممكن يؤثر على علاقاتهم الاجتماعية وعلاقاتهم الشخصية مع الأشخاص الآخرين أيوة بخليهم في تكون ريلاكس لأنه يعني أساسا أنت بديتي تبني علاقة مع نفسك فيها هدوء انه يعني من حقي اغلط من حقي مرات ما اكون كذا صح فلما تبدي تشوف حتى لو ام شافت اطفالها بيخربوا او غيره حتكون في حاله انه مرحله مرحله وبيعيشوها وخلاص يعني هتعدي ما عندها الاحساس حق عايزه تثبت انها هي ام ممتازه عايزه تتجنب تكون ام جارتها صح الام الفلانيه او اكون احسن منها لا هي هي في عالمها كل ما كنت في تقدير ذات عالي كل ما كنت كانك في كون لو منفصل عن, منفصل العالم, عن العالم ما بتقارني المقارنات دائما مربوطه بانه لسه تقدير الذات فيه مشكله مقارنات بسيطه نحن بشر بنقارن بس انا بقصد شخص بيكون يومه كله آه اي شيء لو الديكور حق بيتها عاوزه تقارن لو شكلها عاوزه تقارن لا هنا ت... تبدا تفتش هنا في شنو وشنو اللي حصل في الطفوله خلاني انه دائما حاسه عاوز ارضي الاخرين عاوز اظهر مثالي عاوز اظهر الاحسن دائما بقولوها انه في اشخاص بيكونوا هم بيبل ده او بيحاولوا دائما يرضوا الناس حتى لو على حساب انفسهم حتى لو هم ما عم يشعروا بالراحه اليوم في ايضا بالطفوله في بعض المواقف اللي بنواجهها عند ارتكاب الطفل اي خطا اليوم امه بتقول انت مو شاطر انت ممكن تنعته ببعض الصفات السيئه وتقول له انه هي ما بتحبه او الطفل ممكن يستشعر هذا من دون اللفظ اليوم ممكن يشعر انه هو اذا ما اتم الدرجه الكامله ممكن يشعر بانه والدته او اهله ما بيحبوه اليوم عندي مهم نوضح للطفل انه سلوكه غير محبذ ولكن نحن بنحبه على رغم وعلى حد سواء انا اتوقع انها اصبحت قاعده اساسيه انه انا لازم اوري طفلي يعني انا عندي طفل عمره خمس سنوات لازم اوريه انه أخبره انه انه أنا, انا ما بحب سلوكك انا بحبك بس بالنسبه لي مرفوض التعامل او الطريقه اللي انت تصرفت فيها هل اتقال لنا انا مثلا راني لما كنت صغيره لا ما اتقال طيب كيف اعالج الموضوع برضو دي حاجه مثلا اذا في رجل امه دائما كانت ما بتقول الكلام الحلو الا ينجح لما يكون مع شركه حياته حيكون شخص بيستنزف نفسه بطريقه مبالغ فيها سواء في كل شيء في البيت عشان بس ينتظر منا نظره رضا وسبحان الله حيجي امتحانه في انه حتكون شريكه ما ما بيرضيها شيء عشان هو يتعلم انه في ناس مهما تعمل ما حيرضي صح. ويوم اللي يوقف عرفت التوازن ما هي الحياه دي كلها ماشيه على انه هنا بالانس هنا يتوازن. فنفس الشيء البنت اللي قامت دائما امها بتقول لها كلمه حلوه ما لم ترتب المكان، ما لم تجيب درجات حلوه حتكون برضه مع شريك الحياه بتهلك تبحث نفسها عن انها بتهلك نظره الرضا أيوة يعني بتهلك نفسها في انه دائما الاطفال مرتبين البيت مرتب الاكل في وقته حتى لو هي صح. شغاله او عامله يعني بتكون دائما بتبحث عن انه لازم كل شيء يكون صح، تضغط على نفسها جدا. ما بتسمح لنفسها عادي انا شغال ما ما الليل ما عملت اكل خلاص يعني ما بتكون مسترخيه صحيح تكون تنتظر الثناء والمدح هو بالفعل عشان تقدر تحبي لازم تقدري تحبي حالك بالاول حتى تقدري تعطي حب صافي وسليم للي حواليك أيوة. يا زينب بالفعل دعاء وايضا يمكن نرجع نتكلم عن الاطفال او مراحل الطفوله رانيا كيف ممكن نعلم اطفالنا بطريقه غير مباشره أن يحبوا انفسهم وذواتهم عشان هذا الشيء ياثر عليهم بشكل ايجابي لما يكبرون اوكي في مع الاطفال نكون حذرين جدا عشان ما يكون في اطفال نرجسيين، يعني ما في داعي لانه هو اصلا ما عمل شيء حلو بس انت مصره يلا تصفي وعشان انت في طفولتك ما فيش حد عبرك وكذا تقومي تكوني مع الطفل تسوي العكس ما. اوفر يعني لو رسم خط تقول له لوحه واو. رهيبه واو لا وري لا والله ما رسمتها حبيبي ارسم ثاني اجتهد عشان تكون الرسمه احلى كل ما كنت حقيقيه كنت كل ما كنت حقيقيه مع طفلي منطقيه كل ما هو ايوه منطقيه الاطفال اذكياء جدا عكس ما صح. نحن بنتصور انه يمكن ما بيفهم الكلام ما بيفهم غيره بس ادراكهم وعيهم عالي جدا 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 يعني ما فيه ولا يعني في بالذات بيبدا المنطق لما يبدا يدخل على الحاجات شويه بيقللها فهم في مرحله في كل ما مرحلتهم كانت مبكره كل ما كان ما في منطق كل ما الوعي كان عالي جدا يستوعبوا الحاجات جميل، نحن اليوم بنشوف في كثير اشخاص ناجحين في الحياه هم هدول دائما بقولوا انهم اشخاص اصلا حبوا حالهم بالرغم من كل الظروف يمكن اللي كانت حواليهم، اليوم في مشوارنا في حب ذاتنا رح نلاقي مقاومه من اللي حوالينا وايضا مقاومه من داخلنا، في شيء دائما حيرجعنا ويقول لا خف شوي على حالك، يمكن الموضوع مش مستاهل هالقد، اليوم شو هي الاشياء اللي فعلا ممكن تكون علامات على النضج؟ الداخلي وانه هذا الشخص بدا يحب نفسه ايش ممكن يتغير بحياتنا اليوم اذا فعلا حبينا حالنا بالطريقه الصح شوف لما ابدا احب نفسي بيبدا الاستحقاق يعلى والاستحقاق من حاجاتها تظهر حولك يعني لو بس في المكتب غيروا غيروا ستاير المكتب بس اثناء ما انت شغال على رحله نفسك ده الاستحقاق بدا يتغير لو بس المرتب زاد لو شيء بسيط الاستحقاق بدا يتغير لو شريك الحياه بدا يكون مرن اكثر في تعامله بدا يسوي هو الاكل بدا هو ما عرف ينظف يرتب ده الاستحقاق بدا يتغير فلا في اشارات حولنا لو بدو اصدقائك بيحاولوا يهدوك هدايا حتى لو بسيطه جدا معناه الاستحقاق تغير معناه انت رفعت حب الذات فلا في اشارات بتظهر اول ما يبدا الاستقبال تستقبل لطف تستقبل هدايا مال تبدا تستقبل معناه انت رفعت هنا حب الذات وبدا خلاص الناس حولك يشعروا انه الشخص ده ما عاد نفس الشخص نحن حابين نديه وهو جاهز يستقبل تمام هذا في حاله يمكن حب الذات بالشكل الايجابي متى ممكن الاشخاص يعني يحسون فعلا انهم محتاجين لشخص مختص او إنهم محتاجين بالفعل لعلاج عشان يبدوا يحبوا انفسهم وذواتهم يمكن نظرا لبعض الضغوطات او بعض العوامل اللي اثرت عليهم مسبقا شوف اكثر شيء ممكن يعني هو ما علاج بس خلينا نقول دعم بيحتاجوا الدعم النفسي في الرحله النفسي في, في الرحله نفسها لما يبدوها لانه الناس اللي حولك حيبدوا يقاوموا، يعني اذا عندك ام حتى الامهات اذا عندك ام معتمده عليك تماما في كل شيء وانت بديتي تسحبي تسحبي الاشياء اللي انت معتمدين ومسؤولياتك بديتي تحملي بس مسؤوليتك بديتي كذا لا الام هترفض. إذا في زوج حيرفض، إذا في أصحاب، فهم بيحتاجوا للدعم في المرحلة أكثر من منه يعني شخص بس يرجعوا له إنه يتأكدوا يعني أنا ماشي دوام عشان يوريه في سايد إيجابي، في جانب إيجابي هو يمكن مرات ما بينتبه ليه بينساه. فأنا دائما بقول لهم أكتبوا الحاجات الجديدة اللي حصلت في حياتكم التغييرات الجديدة على أساس إنه يكون يعني يكون في شيء يكون تكونوا عارفين انه اللي بتعملوا فيه ده في اثر ايجابي غير السلبي يعني غير الضجيج الحاصل حاليا صحيح. ومصير الناس يتعودوا جميل. الناس بيتعودوا في الاخر يعني فعلا يمكن مفهوم حب الذات اللي ظهر مؤخرا زاد الوعي عنا بدانا نفهم قد مهم انه نحن نكون اشخاص قادرين على حب انفسنا عشان تقدر الناس كمان تحبنا وتقبلنا سواء بعيوبنا او بكمالنا اللايف كوتش رانيا عمران شكرا كثير لك الله يعطيك يس... <applause> العافيه <نوال> الله يس... <applause> يا رب دائما مشاهدينا حب الذات هو امر ضروري ودائما اتبعوا التوكيدات اليوميه اللي بتستخدموها مع انفسكم لتقدروا تغرسوا هاي الافكار الجميله والايجابيه عن نفسكم خلينا نروح لفاصل قصير ومن بعد راجع وصلنا معكم مشاهدينا لآخر أخبار مواقع التواصل الاجتماعي وفي خبر صادم نوعا ما طبعا يتصدره إيلون ماسك ولكن قبل ما أقول الخبر عندي سؤال إليك يا زينة ماذا لو وهو أنت فعلا موظفة متفانية وتم تسريحك عن العمل بعد مجهود كبير وإنجازات عظيمة كيف تشعري؟ صدمة صدمة <applause> بس صدمة زينب أكيد راح تشعري بأشياء أخرى وألم وغصة وصدمة وأمور أخرى فعلا هذا اللي صار في قصة مشابهة في تويتر حيث شهد موقع تدوين المصغر تويتر موجة تسريح جديدة كان لافتا فيها أنها شملت الموظفة التي وصفت بالمتفانية لكونها تعمل كثيرا لدرجة النوم في المكتب، وكان تويتر أعلن في وقت سابق هذا الأسبوع فصل 200 موظف يشكلون نحو 10% في المية من قوته العاملة المتبقية، طبعا بعد موجة التسريح الجديدة التي أصبح عدد موظفي تويتر فيها أقل من 2000 موظف بعد أن كانت نحو 7500 موظف عندما اشتراه الملياردير الأمريكي ايلون ماسك في اكتوبر الماضي، طبعا اضطرت شمل مديره اداره المنتجات استر كروفورد التي وصفتها بالموظفه المتفانيه والمثاليه علما بانها قادت اطلاق خدمه علامه التوثيق الزرقاء المدفوعه الثمن في بدايه عهد ماسك، يعني خيرا تعمل يا زينب بشكل موظفه متفانيه بتنام بالمكتب وكمان سرحها، هذا دائما بيذكرنا بتقدير الذات انه احنا ما نعطي أكثر من المطلوب لأنه يوما ما راح يتم التخلي عنها. فعلا يعني حرام دعاء كانت يعني تنام في المكتب في مكان عملها ومش حابه أنها تخلي هذا المكان ويكون هذا جزاها في النهاية أكيد صدمة عاطفية ونفسية لا لا أكيد شيء مؤلم فعلا ناس ما قلتي يمكن خاصة أنها كانت تدفانة أو ناس ما ذكرتي تعطي زيادة عن اللزوم أكثر ما يستحق هذا المكان وكان يعني هذه هي النتيجة وهذا هي العاقبة في النهاية آه هذا درس لكل موظف متفاني اليوم يرجع شكرا. يعيد حساباته يتذكر انه يوما ما صحته والوقت اللي اهدره ممكن يكون بلا قيمة وبلا ثمن وفي لحظة يمكن يتم تسريحه لكن دائما لازم نركز يمكن على الامور اللي اهم العمل هو امر مهم بس ما لازم ياخذ حياتنا ووقتنا بالكامل، طبعا لم يتغير كروفورد او لم تغير كروفورد من لقبها على حسابها في موقع تويتر حتى ليل الاثنين او ليله الثلاثاء لكنها غردت بكلام يقول ضمنيا انه جرى تسريحه وكتبت انه أسوأ شيء حدث لها وهي تعمل على تطوير تويتر ان تفاؤلها وعملها الجاد كان خطا فعلا يا زينب اليوم ما بتدركي حجم التضحيه اللي انت عم تعطيها او حتى يمكن حجم العمل اللي عم بتقدميه الا لما يتم التخلي عن خدماتك، لهيك دائما اليوم فعلا احيانا التفاني زياده عن اللزوم بيكون خطا. حرام، وكيف راح ياثر عليها دعاء فيما بعد يمكن لو تروح مكان ثاني او حتى لو حصلت وظيفه جديده اكيد يمكن راح يعني تكون حذره. اكثر ما راح تعطي مثل قبل اكيد راح ياثر عليها في ما بعد سواء حتى في حياتها الشخصيه او لما تحصل دوام جديد مو بس متفانيه في العمل وبتنام بالمكتب وانما ايضا كانت داعمه صح. لإيلون ماسك نفسيا هي من الناس اللي دائما أيدوه في توجهاته الجديده في تويتر ودائما كانت داعمه له لقراراته ولكن بالنهايه عم نشوف انه تم ايضا التخلي عنها، طبعا كانت كروفورد قد لفتت الانظار ايضا في نوفمبر الماضي عندما دعمت توجه ماسك الجديد في تويتر وايضا التقطت صوره لها وهي تظهر نائمه فوق بطانيه على ارضيه مكتب تويتر في اواخر عام 2022 بسبب تراكم العمل عليها وكتبت ايضا على تويتر عندما يعمل الفريق على مدار الساعه لانجاز المهام في المواعيد المحدده فانك تنام احيانا في مكان عملك. اشعر بالاسى. لكروفورد لانه دائما شعورنا بانه احنا تم جحد الخدمات اللي قدمناها هو امر مؤلم ولكن دائما لو عملنا على يمكن انه هذا العمل يفيدنا احنا كاشخاص ويزيد السي في تبعنا ولكن ما يكون اكثر من حده فعلا او ما يعني ما ياثر عليها نفسيا اجتماعيا وحتى شخصيا دعاء اكيد هو راح يكون درس لها والله ان شاء الله بشكل ايجابي <تصفيق> <تصفيق> ان شاء الله مش تكون درس لها ايضا درس لكل اللي عم بتابعنا اليوم انه دائما في امور لازم تعطيها بالقدر المناسب وما تزيد عن حدا ننتقل يا زينب لخبرنا الثاني واللي نوعا ما أه حزين ايضا نوعا ما ونسبيا حيث اصبح السجن الحديث الذي دشنته السلفادور بهدف مكافحه العصابات الخطيره حديث مختلف وسائل التواصل الاجتماعي وايضا وسائل الاعلام بسبب ظروف الاعتقال القاسيه التي يعيشها السجناء في سجن السلفادور وقال رئيس السلفادور نجيب ابو كيلي في تغريده على حسابه في تويتر سيكون هذا منزلهم الجديد حيث لن يكونوا قادرين على الحاق المزيد من الضرر بالسكان من جهته ايضا ذكر الصحفي الاستقصائي رافاييل رو الذي انجز سلسله من الحلقات على منصه نتفليكس لاكثر السجون وحشيه في العالم وايضا اضطرابا لقد زرت بعض اكثر المرافق العقابيه وحشيه في العالم بما في ذلك السجون ذات الحراسه المشدده في كوستاريكا ومناطق اخرى في امريكا الوسطى لكن شده ما تظهره هذه الصوره الجديده والعمق المطلق لنزع الانسانيه هو امر استثنائي حتى بالنسبة لي يعني تخيلي كمية القسوة اللي رح يعيشها السجناء في سجن السلفادور اليوم نحن بنعرف إنه السجن هو مكان للإصلاح ويمكن خلينا نقول في تقييد لحرية الشخص المجرم ولكن ما لازم ننتزع من إنسانيتنا ورحمتنا يعني يمكن المنشآت العقابية والإصلاحية دعاء يمكن هي للعقاب أكيد يمكن والأشخاص أن تنسلب منهم الحرية لكن أيضا هي يمكن لتأهيلهم لإصلاحهم بشكل نفسي بشكل شخصي أيضا يمكن هناك عدة أمور يعني يضعها المسؤولين في المنشآت العقابية والإصلاحية عشان يأهلون هالأشخاص ويحاولوا يصلحوا لهم من البداية الصراحه يا زينب انا عندي دائما ايمان مطلق بانه حتى اسوا مجرم على وجه الارض اليوم ممكن اصلاحه انا اؤمن بالتغيير واؤمن بالاصلاح اليوم يمكن كل اللي بيحتاجوه مساعده نفسيه ممكن علاج نفسي ممكن أيضا تعليم حرفة معينة دعم مادي بسيط ممكن يطلعوا أشخاص سويين للمجتمع مرة أخرى ولكن أنا بشوف أنه العنف ما بولد إلا عنف يعني أي شخص اليوم ممكن يكون في هذه في هذه السجون أو في هذه المقر الإصلاحي اللي هو عنيف جدا وأكثر قسوة واليوم شفنا يمكن قديش عم يعتبروا أنه هذا مكان للعقاب انا بشوف انه ممكن يكون مكان للاصلاح اليوم صحيح. في بعض الحرف وتأهيل. وبعض الامور اللي ممكن يتعلمها السجين والنزيل تقدر تكون حرفه يستخدمها اذا خرج من السجن وما يضطر لي آه انه يكون ضمن عصابه للسرقه للقتل واللي اغلبه دائما بيكون بسبب الفقر والمال وامور اخرى من الحياه فعلا يمكن يحتاجون دعاء العقاب لكن بحدود وبشكل معتدل ولكن بعض الاحيان ايضا يحتاجون للتاهيل تأهيل النفس، تأهيل الذات عشان يصبحوا أشخاص جدد ممكن يمارسون حياتهم من أول وجديد بالطريقة الصحيحة وبالطريقة المناسبة. صحيح يا زينب، نحن لا نتهاون ولا نتساهل مع الجريمة والمجرمين، دكي. وأيضاً العصابات، ولكن دائماً عنا الأمل بإنه فينا نصلح هدول الأشخاص اللي يمكن اضطرتهم الحياة لأنهم يتجهوا لهذا المتجه. مشاهدينا اعلن المكتب الاعلامي لحكومه دوله الامارات العربيه المتحده عن اختتام نسخه أو النسخه الثالثه لحمله اجمل شتاء في العالم اللي اطلقها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدوله رئيس مجلس الوزراء حاكم اماره دبي اللي شملت العديد من الاماكن السياحيه والترفيهيه في مختلف مدن ومناطق الدوله نتابع معاكم المزيد في هذا التقرير من الشرق والغرب ينهل عليها الوفود من كل حد وصوب للتعرف على الهوية والموروث الضاربة بجذورها في تكوين المجتمع المحلي والاستماع بتجارب سياحية وطبيعية وترفيهية هنا في دولة الإمارات عبر حملة أجمل شتاء في العالم والتي اختتمت بعد تحقيقها نجاحات استثنائية حققت نجاحات اقتصادية هائلة ومذهلة بلغت ايرادات المنشآت الفندقية وحدها اكثر من 1.8 مليار درهم بارتفاع قدره 20% مقارنة بالنسخة الثانية من الحملة التي بلغت مليار ونصف مليار درهم حملة أجمل شتاء في العالم رفعت في نسختها الثالثة عدد الزوار المحليين إلى 1.4 مليون زائر بزيادة نسبتها 8% عن النسخة الماضية وسجلت الحملة نجاحا لافتا ومشاركة متميزة عبر شبكات مواقع التواصل الاجتماعي تجاوز فيها حجم التفاعل مع الحملة أكثر من 5.8 مليون تفاعل فيما تم استخدام وسم أجمل شتاء في العالم في أكثر من عشر ألف صورة وفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، فالحملة تترجم أهداف الاستراتيجية الوطنية للسياحة الإماراتية لعام 2031 التي تسعى إلى جذب 100 مليار درهم كاستثمارات إضافية لقطاع السياحة ورفع مساهماته في الناتج المحلي إلى 450 مليار درهم في 2031. للاسف يا زينه ورح نودع الشتاء في القريب العالي <applause> بدانا نحس بحراره ولهيب الصيف اليوم حمله اجمل شتاء في العالم هي من الحملات الرائعه اللي بتتجدد كل شتاء في دوله الامارات ودائما بنسلط فيها الضوء على الاماكن السياحيه بعض يمكن المناطق التراثيه ايضا بالدوله اللي بنقدر نزورها ونستمتع في عبق الماضي والتاريخ القديم فعلا دائما ذكرت الاماكن التراثيه التاريخيه اللي موجوده في كل امارات الدوله سواء امارات الفجيره راس خيمه او حتى اماره الشارجه اللي دائما فيها عبق الماضي دائما تحمل الحضاره والتاريخ والتراث للاشخاص اللي حابين يتعرفون اكثر على هذه الحضارات وهذا التاريخ فعلا يا زينب نحن اليوم من المهم جدا انه نتعرف على ماضي اجدادنا وندرس التاريخ بشكل معمق لانه دائما دراسه التاريخ بتساعدنا على فهم المستقبل لانه دائما بيقولوا انه التاريخ بعيد نفسه ولكن الشخص المطلع القادر على فهم التاريخ بيقدر يتنبا بامور كثيره في المستقبل بالفعل استخلاص بعض الدروس وبعض العبارات الحضارات من الامم ومن ايضا يمكن التاريخ والتراث وعبق الماضي هو امر مهم فعلا اليوم رح نتعرف اكثر على اهميه دراسه الحضارات والتاريخ مع دكتور صالح محمد زكي الهيبي نائب مساعد مدير جامعة الشارجة لشؤون الأفرع صباح الخير دكتور صباح النور يا اهلا وسهلا يا هلا فيك دكتور نورتنا، دكتور خلينا في البدايه نتعرف او نعرف ما هو التاريخ وايضا اهميه دراسه التاريخ والحضارات. بدايه شكرا جزيلا لكم على هذا اللقاء، سمح بهذه الاطلاله. طبعا بالتاكيد التاريخ هذا العلم الكبير الذي يعني يلقى الاهتمام البالغ من عموم الناس هو العلم الذي يعنى بدراسه الوقائع التي جرت في حياه البشريه وتحليلها ومقارنتها وفرزها الى دقائقها من اجل معرفه كيفيه الاستفاده منها بالاطلاع على تجارب البشريه وكيف استطاعت ان تصل الى بعض الامور الايجابيه او العكس من ذلك بعض الامور التي افضت الى نتائج معينه سلبيه فيمكن للناس بعد دراسه هذه التجارب والاطلاع عليها والتمحيصها اخذ الامور الايجابيه والسير على هداها والنسج على منوالها والمشي على نفس هذا الطريق وكذلك بالنسبه للامور السلبيه لمعرفه كيف ادت يعني تصرفات البشر احيانا يعني الى بعض النتائج السلبيه وكيف يمكن تجنبها وعدم مواجهتها في المستقبل اذا هذا العلم الكبير يدرس الماضي من اجل فتح طرق وافاق جديدة للإنسان في مستقبله صحيح اليوم نحن دراسة التاريخ دائما بتذكرنا أنه إحنا نستخلص الدروس والعبر ونقدر نستفيد من هذه الدروس والعبر في حياتنا المستقبلية ودائما عدم ارتباطنا بماضينا وبتاريخنا ممكن يسبب هشاشة في حاضرنا وأيضا مستقبلنا اليوم فعلا دراستنا للحضارات القديمة إيش ممكن يفيد حاضرنا اليوم بقولوا في بعض الأشخاص يحملون نبوءة ولكن هي ما انها نبوءه ولكن هي اطلاع واسع على التاريخ ودراسه مجريات الامور. نعم يعني كما قيل من السابقين وفي الاثر من وعى التاريخ في صدره اضاف عمارا الى عمره او من حفظ التاريخ زاد عقله. لماذا؟ لأنه يطلع على تجارب كل هذه الأمم وهذه الحضارات القديمة والتي مرت وكيف استطاعت أن تقدم شيئا ولهذا لدينا كثير من الكتل البشرية والتجمعات البشرية في شتى أصقاع العالم مرت عليها كل هذه القرون لكن ليست كل هذه التجمعات البشرية استطاعت أن تصنع حضارة أو أن تنجز شيئا ولهذا لدينا الحضارات معدودة والحضارة هي عبارة عن نتاج ونتائج إيجابية أفرزها البشر من خلال عملهم بشكل معين فإذا أنا أريد أن أدرس كيف استطاعت هذه التجمعات البشريه في هذه الرقعه الجغرافيه من خلال مجموعه من الاعمال التي قاموا بها لان يصلوا لهذا المنجز والمنتج الكلي الكبير الذي نسميه الحضاره، فاذا الحضاره هي خلاصه الامور الايجابيه والجميله التي يطلع فيها الانسان من خلال مجموعه من الاعمال والجهود المتناسقه والهادره والكبيره عبر حقبه تاريخيه طويله يمكن من خلالها ان يصل منجز كل ايجابي. نسميه الحضاره اذا دراستنا لهذه الحضارات القديمه هي استيعاب كيف استطاعت هذه الناس من خلال مجموعه من الاجيال المتعاقبه في هذه الرقعه الجغرافيه ان يصلوا الى هذا المنجز، هذه واحده، المساله الثانيه ليست لدينا حضاره واحده بلون واحد وبشكل واحد وبلسان واحد، وانما عده حضارات في اماكن مختلفه، اذا البشريه باختلاف الوانها واشكالها وطباعها وهكذا تستطيع ان تصل إلى هذا المنجز العظيم ألا وهو الحضارة، وهذا لا نستطيع أن نفهمه ونراه إلا من خلال قراءتنا الفاحصة للتاريخ. تمام وبالتالي يمكن دكتور صالح ذكرت هذه بعض الدروس نقول آآ آآ المستفاده من دراستنا لتاريخ وحضارات بعض الامم وبعض الشعوب، ايضا كيف ممكن نتعلم من خلال قراءتنا للتاريخ للحضارات المختلفه وللتراث المختلف لمختلف الامم والشعوب ان احنا نقدر نتواصل مع الشعوب بطريقه ايجابيه ويكون هناك ايضا تواصل ثقافي وحضاري. بالتاكيد احنا انا من خلال دراستي للتاريخ لهذه المجتمعات ولهؤلاء الافراد من ابناء هذه المجتمعات ساستطيع اعرف خصائص شخصيتهم طبيعه تكوين كيف يفكرون ما هي عاداتهم ما هي تقاليدهم ماذا يحب ماذا يكره كيف يتصرف مع الشخص الغريب المختلف عنه كيف يرحب بالناس كيف هو بتقبله للثقافة الآخر غيرها من الخصائص والتفاصيل التي لا يمكن أن أعلمها إلا من خلال قراءتي للتاريخ فإذا قرأت للتاريخ وتعرفي على موروث هذا الشخص الآخر او هذا المجتمع المغاير لنا سيمكنني من معرفه هذه المفاتيح وهذه المداخل وبالتالي عمليه التعامل مع هذه الامم الاخرى والمجتمعات الاخرى المغايره والمختلفه عنا شكلا ولونا وتاريخا وعرقا وديانه سيكون التعامل معها سهل وسمح وميسر من خلال معرفتي بهذه المفاتيح وكيفيه تكوين وتركيب وعقليه هذه المجتمعات وهذا كله يمكن ان اصل اليه من خلال دراستي المعمقة للتاريخ عن هذه المجتمعات والأمم. دائما دراسه التاريخ بتعزز الثقافه وايضا التواصل بين الشعوب والامم اليوم زيارتنا للتاريخ بيساعدنا ايضا في مستقبلنا يمكن التاريخ من المواد الرائعه اللي درسناها في المدرسه زينب بتوافقني الدراسه كانت تقول انه هي من افضل المواد اللي كانت تحبها وانا كمان لانه ايضا والدي مدرس للتاريخ اليوم فعلا دراستنا للتاريخ وتمحيصنا في التاريخ القديم بيساعدنا انه نطور ونعمل نماء في مستقبلنا ما العلاقة بين التاريخ والماضي والمستقبل اللي عم, عم نشوفه مزدهر اليوم بالتأكيد للوصول إلى مستقبل مزدهر لا بد أن نستوعب أين كنت وأين أقف اليوم هذا على المستوى الفرد يعني أنا دائما أقولها أنه أنا اليوم عندما يعني على سبيل المثال حتى نضرب مثالا بسيطا ويمكن أن نتصور من الكثير من الأمور كيف يمكن للإنسان أن يصل من خلال التاريخ إلى حاضر ومستقبل زاهر يعني أنا أتعلم بتجارب غيري ونقول السعيد من اتعظ بغيره يعني عندما نقول من جد صحيح. وجد من قال بأن من جد وجد من خلال إطلاعنا على مجموعة من الحقائق التاريخية عبر البشرية نعرف أن من يج من يسير على درب معين ويبذل فيه جهدا كبيرا سيصل إلى النتيجة المطلوبة إذا من جد وجد عرفتها من خلال التجارب التاريخية أو على سبيل المثال إحنا اليوم عندما نريد من موظف معين أن يتقدم لوظيفة فهذا الموظف عندما يتقدم لوظيفه سيقدم ماذا سيرته الذاتيه في السيره الذاتيه ما الذي يكتبه هذا المتقدم للوظيفه هل سيكتب مستقبله ام يكتب لنا ماضيه خبرته وماضيه سيكتب ماضيه وماضي من فعلا. انا اسمه اين ولد عاش ماذا درس ما الشهادات التي تحصل عليها اذا لديه خبرات اخرى فاذا اطلع على ماضي هذا الشخص لكي ارى كيف وصل الى حاضره اللحظه التي هو فيها وارى من خلال هذا الماضي لهذا الشخص كيف يمكن ان يخدم مستقبل المؤسسه في حال توظيفي له. فاذا نحن نكتب ماضينا وندرسه ونتقنه لكي نعرف كيف يمكن ان نخدم المستقبل. فاذا من خلال تعرفنا لمجموعه من الامور ومجموعه من التجارب نستطيع ان نصل الى مستقبل سهل. يعني دكتور صالح خلينا اليوم نفيد الناس اكثر وبالتحديد يمكن الطلبه والطالبات والناس اللي دائما يحبون يقرون عن التاريخ والحضارات والتراث وعبق الماضي، كيف ممكن يتاكدون من صحه بعض الاحداث، بعض الوقائع بالفعل، خاصه الناس اللي يحبوا وايد يقرون يمكن من العديد من المواقع الالكترونيه، كيف يتاكدون إلا هذا الشيء بالفعل هذه الواقعه او هذا الامر صحيح, صحيح وواقع؟ لا. توجد بعض الأمور من خلال الأدلة المادية المحسوسة والملموسة يعني على سبيل المثال عندما نقول بأن هذه الأمة قامت بمنجزات تاريخية وصلتها إلى حضارة ما الدليل نقول شوفوا هذا العمران تمام؟, تمام؟ وهذا البنيان وهذه المدن وهذه العمار والمشاة التي خلفوها لنا فإذا من خلال هذه الأدلة المادية أو من خلال أدلة مادية أخرى مقروءة أيضا مثلا لدينا المخطوطات عندما نقول بأن الحضارة الإسلامية اهتمت بالعلوم والمعارف وأنجزت الكثير وقدمت البشرية ما الدليل؟ نقول لدينا ملايين من المخطوطات في مختلف العلوم وهي موجودة إلى اليوم بين أيدينا وهي أيضا من هذه الآثار المادية العلمية التي يستطيع أي قارئ أن يقرأها ويعرف ويستدل ويستنتج بأن هذا التاريخ بالفعل قد يعني كتب بطريقة صحيحة وسليمة من خلال هذه الآثار المادية الموجودة بين يدينا أو من خلال مجموعة من المقارنات والمقاربات يعني وردت لدينا رواية من هذه الجهة بأنه المعلومة التاريخية تفيد بأنه كذا وكذا وكذا من خلال مقارنة هذه الرواية بروايات أخرى وردت عن نفس الحدث نستطيع أن نستنتج معينة أو من خلال أمور التحليل والتجزئة لهذه المعلومة بطريقة معينة علمية بحيث أستطيع أن أصل وأقول بأن هذه المعلومة التي وردت في هذا الكتاب صحيحة أو لا من خلال أمور معينة منطقية يعني مجتمع من المجتمعات في رقعة جغرافية معينة لا تحتمل أكثر من أن يسكن فيها مثلا عشرة آلاف أو خمسة آلاف شخص والرواية تتحدث عن مليون ولا مليونين ولا ثلاث ملايين ولا أكثر من الأشخاص فإذا أنا هنا أمام رواية معينة من الممكن أن يكون فيها أخذ ونقاش ورد أو مجموع يقول لك تم صناعة شيء معين من المواد كذا وكذا وكذا إذا ما فحصنا ذلك المحيط كله من خلال التنقيبات الآثارية أو الأدلة المادية الموجودة لا نجد أي أثر لهذا الشيء فإذا من الممكن أن نقول بأن هذه الرواية غير صحيحة أو أهلا. من خلال فحص الأسانيد بالنسبة للتاريخ الإسلامي يوجد لدينا الأسانيد وهي تاريخ هؤلاء الرجال الذين رووا هذه الرواية فنصل إلى دقه في تحليل واستنتاج ومدى صحه هذه الروايه التاريخيه. صحيح، دائما لازم نرجع للمصادر الوثيقه ونستعين دائما بشخص خبير مطلع على التاريخ لحتى نقدر ناخذ المعلومات بشكل صحيح وايضا بعيد عن اي تغيير او تحريف. اليوم نحن بنقول انه دائما الشخص اللي بيعرف ماضيه بيكون عنده ارتباط وثيق بهويته. ووطنيته اليوم معرفة أجدادنا وأبائنا وتاريخهم بيزيد من انتماءنا وهويتنا الوطنية كل هاي الأمور بتساعدنا أنه إحنا نرتبط بالبقعة الجغرافية اللي نعيش عليها أو حتى انتماءاتنا العرقية اليوم قد مهم الأطفال في المدارس يدرسوا مادة التاريخ لحتى يزيد هويتهم الوطنية ويرتبطوا أكثر بتراثهم وآبائهم وجدودهم وإرثهم القديم بالتاكيد التاريخ هو الوعاء الحافظ لكل عناصر الهويه الهويه المجتمعيه والملامح هذه الاساسيه التي ورثوها عن اجدادهم فكيف يمكن لهذا النشء ان يصل الى كيف كان يعيش اباهم واجدادهم وبالتالي تتعزز عندهم هذه الهويه وهذا الانتماء القوي لوطنهم من خلال قراءتهم للتاريخ وكيف استطاع هؤلاء الاجداد ان يصلوا بمجتمعهم وببلدهم وبوطنهم العزيز الى هذه الدرجه من الرقي والتقدم والرفعه من خلال اطلاع هذا الجيل على تاريخه، فاذا حفظ التاريخ والتراث ونقله من جيل الى اخر هذه مهمه عظيمه ومهمه وطنيه يقوم بها كل الاشخاص والمؤسسات حتى يعرف هذا الجيل بان اجدادهم وابائهم قد بذلوا كل شيء من اجل ان يوصلوهم الى هذه الحاله القويه وان يصبح وطنهم بهذه الطريقة المتقدمة فإذا لا بد من تدريس الأجيال للتاريخ والتراث صحيح وبالتالي يمكن دكتور صالح هذه الدراسة وهذا الاطلاع والقراءات كيف ممكن تسقل الشخصية بالشكل المعرفي الثقافي وأيضا الأدبي من خلال هذه الدراسات الخاصة بالحضارات وبالتاريخ نعم هو كما قلنا يستطيع أن يأخذ من التاريخ نماذج كثيرة حيث لدينا الملايين من الشخصيات التي مرت عبر التاريخ لكن يوجد منهم شخصيات بارزه جدا قدمت الكثير الكثير فمن خلال قراءه هذا الشخص او هؤلاء الاطفال لهذه النماذج وهذه السير العظيمه الموجوده في تاريخنا وتاريخ البشريه بشكل عام فيعرف انه كيف نشا هذا هذه الشخصيه كيف نشات من الذي رباه في اي مجتمع نشا كيف تعلم كيف درس كيف قدم هذا النموذج التاريخي والحضاري الكبير بحيث وصل الى هذه النتيجه فيستطيع هذا القارئ للتاريخ سواء كان من الاطفال او الاكبر سنا الذين سيعلموا هؤلاء الاطفال كيف يبنوا شخصيتهم ويسقلوها كل هذا من خلال اطلاعهم على هذه الشخصيات التاريخيه العظيمه وكيف استطاعت ان تضع بصمتها في بصماتها في سفر البشريه وبالتالي اصبح يعني يشار لها بالبنان، فيطلع هذا الطفل على مجموعه من النماذج من تاريخه ومن واقعه ومن اجداده الذين عاشوا في هذه البيئه واستطاعوا ان فعلا. يوصلوا بلدهم الى هذا المتقدمه فعلا دكتور صالح محمد زكي اللي هي يمكن ماده التاريخ لا تقل اهميه عن باقي المواد الدراسيه وفعلا لازم نغذي الطفل فكريا وثقافيا بهذا الماضي دكتور صالح محمد زكي اللي هي نائب المساعد لمدير جامعه الشارقه لشؤون الافرع فرع ذات شكرا كثير لك يعطيك العافيه يعطيك دكتور. العافيه شكرا بارك الله فيك أوه. مشاهدينا فعلا مثل ما قال الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان رحمه الله عليه وطيب الله ثراه اللي ماله ماضي وماله حاضر اليوم مهم جدا انه نتعرف على ماضينا وتاريخنا وتراثنا من اجل نبني حاضر ومستقبل مشرق، رح نروح لفاصل قصير ومن بعده راجعين. أعلن اتحاد الامارات لبناء الاجسام واللياقه البدنيه عن تنظيم بطوله يو اي اي ستورم جيمز تحدي اللياقه البدنيه في الفجيره في الفتره ما بين الحادي عشر والثاني عشر من شهر مارس لعام 2023 وذلك بالتعاون مع شركه جيجاك لتكون اولى او اول البطولات الدوليه التي تنظمها لجنه اللياقه البدنيه للاتحاد الموسم الرياضي الجديد لعام 2023. خلينا نتابع المزيد في هذا التقرير ومن بعده راجعين متواجدين اليوم في إمارة الفجيرة علشان نعلن عن بطولة اللياقة البدنية الأولى في هذه السنة إن شاء الله اللي بتكون في الشهر المقبل واللي بتكون متضمنه لتمارين اللياقه البدنيه وتضم العدد عدد كبير من النخبه. وطبعا اللي ساهم في ان شاء الله او ساهم في دعم البطوله هذه البنيه التحتيه اللي موجوده هنا في اماره الفجيره ودعم حاكم الاماره وولي العهد وتشجيعهم ودعمهم في الرياضه وما ننسى طبعا دور الاتحاد اللي هو الاساسي والرئيسي في تنظيم البطوله طبعا من ناحيه لوجستيه وموقع تتميز البطوله هذه بموقعها الخلاب في اماره الفجيره وايضا بتواجدها في استاد محمد بن راشد المكتوم للتنس وتواجد العديد من الاشياء المرافق اللي موجوده هني اللي هي بتخدم ان شاء الله البطوله وبتدعم الرياضيين أمانينا وضاعت به أمانينا يحلم العمر في آبه مع كانونه وتشرين أنا روحي بلا وصلك سفينه ما لها مينا أنا قلبي مثل قبري عجز لا يسكنه شخصين وتاه العمر من رجوة تشوف ما تصافينا أنا طيرٍ فقد عشه بعد ما راح والغالين وأنا بيتٍ بلا ناسه غبار الهجر كاسينه ولأني ما قدرت أنسى ولا اعرف سلوة السالين على الذكرى ننام الليل وبالذكرى صحينا رسمتك صورة تبقى ولا تفنى مع الفانين على لوحة سماوية تجسد كل معانينا على روحي ومن دمي وتبقى داخل الضلعين وفي عقلي وفي عيني وحاضرنا وماضينا يا حلم العمر وغيابك يحد الموت تي سكين يا كيف اعيش هاللحظة بعد وعد نما فينا يا كيف سج عن طيفك وطيفك يسكن العينين يا كيف انام وثيابي على عطرك تودينا تعزينا ليالينا وحلم مات بالتكوين وعلى موت الامل والحب دنيانا تعزينا صح, صح لسانك الشاعر السعودي المتميز بندر عبد العزيز الفتغوش نورتنا صباحك خير نورك وصباحكم الله بالنور وشاكرين لكم هذه الاستضافه الطيبه نورت وبصراحه ما قصرتوا تسلم يعطيك العافيه بندر خلينا في بداية نتكلم عن البيئه الشعريه الخليجيه اللي تتميز بتواجد العديد يمكن من الشعراء الخليجيين المتميزين منو اكثر شاعر اثر فيك بالفعل وتحس ليومك هذا قاعد ياثر فيك فهذه التجربه الشعريه اللي تكتبها والله اذا بكون طاغي بقول بندر الفدغوش نفسه <تصفيق> ليش <تصفيق> والله يب... كل اريحيه يعني كل شخص يشوف نفسه فسمه او احنا في مثل يقال كل عين فش كل عينه فسمه ف دائما تجد ان الشاعر يعيش الطغيان الشعري من حيث حالته وبيئته الشعريه انا ولله الحمد عايش في بيئه شعريه والدي شاعر اخواني شعراء جدي شاعر عمي شاعر و العائله كلها نعم <applause> جميل هل تكتب بس الشعر المحكي او ايضا تكتب الفصيح؟ فقط النبطي فقط؟ نعم جميل يمكن شو اللي بيخليك اليوم تتوجه لهذا التوجه؟ هل هو لانه اقرب للمستمع او يمكن تقدر تعبر عن مشاعرك واحساسك بطريقه اكثر اذا كان بالطريقه المحكيه؟ والله لو لو ذهبت الى الفصيح لم اجد نفسي هذه نقطه النقطه الاخرى النبطي وحاليا يعني انت في مجتمع يتذوق النبطي اكثر من الفصيح غاب الفصيح بشكل كامل نادر ما تلقى جمهور للفصيح كذلك انا في بيئه شعريه نبطيه والشعر بالنهايه وليد ولي بيت فعلا يمكن البيئة الخليجية تأثر بشكل كبير نعم. بندر شو يمكن نقول المواقف الشخصية أو حتى الأحداث اللي تمر عليك وبالفعل تأثر فيك وتحس أن أنت حاب تكتب شعار أو قصيد كثير من المواقف آه. أكثر المواقف اللي تأثر الحزن، الألم، الفرح والله جلها آه بس الإنسان أحيانا أنا أحيانا من تغريدة أكتب قصيدة تغريدة, <تغريدة تأثر فيني أكتب فيها قصيدة أسمع قصة معينة من شخص معين أرجع أظل أفكر فيها وأكتب عليها قصيدة، وأحيانا من وحي الخيال صحيح بندر اليوم نحن نعرف يمكن ارتباط الحب والغزل والرومانسية بأشعارنا سواء النبطية أو الفصيحة اليوم شعراء فنانين جدا بغزل الكلمات الغزلية والرومانسية اليوم أيضا وين نصيب الغزل والشعر عند بندر اليوم بدك تسمعنا شيء غزلي أولا أنا ما أحب الغزل أكتب للجمهور للجمهور <تصفيق> <تصفيق> نعم أنا من الناس اللي يحبون قصايد الحكمة الحكمة وأتميز فيها قصايد الوجدانيات يعني ما يؤثر فيني دائما الوجداني لكن الغزل ولكن و.. ليس الحب لا لا, لا 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 ولا الغرام لا لا لا, لا بعيد عن تكتب الا القلعة ولا اكتبه يعني تكتبه بس ما بدك تقول لكل الناس بالضبط طيب نسمع شيء غزل <applause> بسمعكم قصيده جديده يعني ما حصريه حقنا يعني بس حصرية جدا يعني تمام حلو وانا البارح كنت عندكم في الشاطئ في الفجيره طلعت آه معي هذه نعم زين اقول لهبة الذكرى على جذع الحنين تتساقط اوراق المشاعر له ثمر اتوق له واشتاق شوق العابرين للطلال مرباهم بعد طول السفر واحتاج له حاجة دعاء الصالحين واحتاج له حاجة دعاء الصالحين وحن لحروف من شفاهه خمر ما يدري انه للمشاعر أكسجين اللي وصاله غيم وانفاسه عطر كم غايب ذكراه بين الحاضرين وكم واحد موجود ذكره ما حضر ولنت انت لك قدر تعتقها احتاج في وصفك دبل عمري عمر تعال سكن رجفة ضلوعي الين اغفى على صدرك ويبقى بها اثر من كثر ما حبك ويذبحني الحنين احس في صدري ما هو قلبي جمر صح آه. أيوة حب عم نحكي عن الحب هي طلع بس مش لشخص معين بس المشكله ترى انتم تبون تورطوني وانا متزوج وتبون في <applause> أيوة. <applause> الحب ربما يكون مش حاله شعوريه تعيشها اكيد اليوم نحن احنا كعرب دائما نقدس مفهوم الحب والغزل ولكن اوكي نحنا اليوم نشعر بانه يمكن الاغاني هاي اللي بنسمعها اليوم اغلبها شعر نبطي يتغزل بي المحبوبة او الحب ولكن ايضا نحن بنحب الشعر اللي يقطر حكمه اليوم ايضا سمعنا شيء فيه حكمة احنا تركنا نحن نحكم اذا بنحب الحب والغرام او الحكمه لا انا جيت في اختصاصي <applause> آه. اقول اعوذ بك يا رب من طلبه بخيل ومن حاجه عند دردي من زالها واعوذ بك يا رب من سوء السبيل ومن كلمه تجرح ومن يسعى لها ويا رب قدرني على فعل الجميل والهمني التقوى وطيب أعمالها أنا الفقير اللي على بابك دخيل من شر نفسي والبشر وافعالها أنت العزيز أنت القدير أنت الجليل بيدك مفاتيح الفرج وقفالها ما مال راسي لكن الجاهك يميل يا من كفر رزق البشر وحوالها من باع آخرته قضى عمره ذليل ومن عاش لآخرته نجم نهوالها صح لسانك يعني بندر ما شاء الله عايش بالكويت وانت شاعر سعودي واليوم متواجد في دوله بالم... الامارات العربيه المتحده كلمنا عن حضورك للامسيات الشعريه النشاطات الثقافيه والشعريه والادبيه كيف تاثر عليك ومدى اهميتها للشاعر؟ والله حضور الامسيات والمهرجانات تؤثر في فكر الشاعر من حيث انك تتلاقى افكار كثيره يعني انا انصدمت بعض شعراء اخواننا في لبنان وفي مصر كذلك سابقا ما كنا يعني ننظر لهم انهم كشعراء لان كان كان عندنا فكره ان عندهم فقط الزجل او التفعيله او الشعر الحلمنتيشي يعني في لنا افكار غير اللي شفناها على الواقع للامانه يعني بعض المهرجانات جمعتنا في شعراء مبدعين جدا ولكن لم يسلط الضوء عليهم. مم. وكذلك يعني تبادل الافكار، تبادل الثقافات للثقافات. كذلك يعني يصير في عند الشاعر ثروه لغويه. بدال لا يكون عنده مئة كلمه يصير عنده ألف من هذه المهرجانات. حلو يصيروا مليون. بندر دائما بيقولوا انه في قصيده معينه للشاعر بحبها دون عن سواها، لا أكيد كل قصائده محبوبة بالنسبة له لكن في واحدة دائما تترك الأثر في نفس الشاعر شو هي القصيدة هاي اللي أنت متعلق فيها ولو لو تلقيها على مسامعنا في قصيدة تعبر عن ذات بندر فدغوش أه بقولها وهي تحكي نفسها يقول يشرح علي الوقت في صلب نفسي ما يدري إنه بلقسة شد باسي أصبح على الشدات وأنام وامسي وكل ما كبرت شوي كبرت راسي كل التعب لو طال في يوم منسي عندي شغف بالمعضلة واحتراسي أطحن غث الدنيا طغى تحت ضرسي وتبحر بي الدنيا بليا مراسي بين الألم والياس لو زاد حبسي مهبطة سود الليالي حماسي ومفكرة وبعض البشر يوم طمسي طمستهم من غير فكر سواسي ولا صافح دنياي بالصلح خمسي ما شافت الدنيا نزاع وماسي صح لسانك بندر شو رايك بالمسابقات الشعريه خاصه امير الشعراء شاعر المليون كيف ممكن تبرز بعض المواهب الشعريه اللي يمكن للاسف وايد من الناس ما تعرف عنهم والله بالنسبه للمسابقات انا بالنسبه لي كوجهه نظري مجرد تجاره لكن كشعراء يظهرون في شعراء كثير يظهرون منها وجميلين جدا لكن بالنهايه ما تخدم الشعر ولا بتحفز الكتابه بتحفز للكتابه نعم واغلبنا ممكن صار عنده انفتاح فكري ونشكرهم على هذه الجهود لكن بالنهايه الشاعر يحتاج تقييم حقيقي بلا تصويت اليوم ايضا يمكن نفتقد للنقد الشعري اليوم بحاجه هاي المسابقات لا يمكن توعي جيلنا الحالي بأهمية الشعر وأيضا يمكن وجود النقد بيساعد الشعر العربي أو النبطي أو الفصيح أنه يرتقي ولكن اليوم يمكن خليني أرجع شوي للشعر النبطي بالتحديد اليوم هل تعتبر أنه الشعر يختلف باختلاف هوية الشاعر وارضه ووطنه وبقعته الجغرافية؟ هذا شيء طبيعي. آه برجع الى الشق الاول من السؤال، النقد، كلمة النقد، وهو التفريق ما بين الجيد والردي وهذا تخصصي وتشعيب أنا يعني تخريج لغة عربية، آداب، وتشعيب نقد وأدب. آه هو التفريق ما بين الجيد والردي كذلك.. له مفاصله نجد الان في اغلب المسابقات اما المجامله على حساب الشعر او النقد اللي يكون فيه شخصنه انا من وجهه نظري فيه بعض الشخصنه وهذا ما يخدم الشعر للاسف او انك تجامل المجامله لها شقين اما ان تكون لكسب علاقات شخصيه او تكون آه... انت مش فاهم. انت قلت يعني هلا النقد لا يخدم الشاعر، ايش اللي بيخدم الشاعر اليوم؟ النقد اللي حاصل في الوقت هذا سابقا بشكل شخصي نعم، أننا ان نتكلم آه سابقا في سوق عكاظ مثلا او آه تتكلم كانوا يجتمعون الشعراء مبارزة الشعرية بالضبط بالمبارزة الشعرية وكانوا الناس يكتبون المطولات ويقعدون سنة كاملة على أساس أن تظهر مع قصيدة حاليا كل يوم تولدك بقصيدتين ثلاثة وهذا الشيء ترى معيب في الشاعر بالنسبة لي أنا كثرة الشعر والأمور هذه لا الشاعر لازم يمسك قصيدته وـ وـ ويقعد عليها بحيث انه يتفنن فيها. انت لما تطلع شيء للجمهور اعرف انه خلاص صار ما هو ملكك. اغلب الشعراء وانا واحد من ضمنهم لو تقول لي ارجع للماضي في في كثير من القصائد اقول ليتني ما قلتها. ندمت عليها. بالضبط. طيب ش... برايك بندر بعد يمكن السوشيال ميديا مواقع التواصل الاجتماعي اللي اجتاحت حياتنا بكثره ممكن بعد تخدم الشاعر؟ تخدمه ولا تخدم الشعر كيف؟ أنتم شايفين أكثر يعني في الغالب أما ما أقول بقول سبعين بالمئة من الشعراء المشاهير لا يملكون الشعر عندهم أسماء نجوم نجوم؟ أسماء نجوم تمام. ولكن بعيدين الشعر في وادي وهم في وادي صحيح م. طيب يمكن اليوم عم نشوف إنه في كثير شعراء على الساحة ومو كلهم يمتلكون الموهبة الصراحة، وهذا الأمر اللي بخليني أسألك بندر، هل الشاعر يولد وملكة الكتابة والشعر تولد معه؟ ولا وجوده في بيئة ممكن تجعل منه شاعر أو الاجتهاد الشخصي وحب الشعر ممكن يولد أيضاً شاعر بسبب هذا الحب للاطلاع على الشعر؟ كل إنسان في طبيعته شاعر. هل. كل عربي، أي عربي جيناته عربية أصيلة في داخله شاعر لكن متى يظهر هذا الشاعر أحيانا تجدون بعض موقف. القصائد أو الأبيات ولا زالت تردد إلى يومنا هذا تلقى الشاعر ما كتب للقصيدة هذه أو للبيت هذا وهو ما عنده غيره من الشعر لكن وش اللي يحفز أنك تقول القصائد المواقف وكذلك يعني بيئة الشخص نفسه مو بشرط كل انسان يكون شاعر صحيح فعلا يمكن تعتمد على وايد اشياء بندر موثق كل اشعارك عندك دواوين تحس انه لازم الشاعر يكون عنده هذا النوع من التوثيق عشان تكون هاي الابيات وهذا الشعر والقصيد موجود عنده للابد من وجهه نظري من وجهه نظري ان الشاعر اذا كان يبي يوثق قصايده ينتظر الى ما بعد الأربعين ليش؟ قبل الأربعين صعب انا بالنسبه لي لانه يكون تول الحين شعريا ما نضج فيحتاج وقت وخبره وقت وخبره اما اني والله اكتب لي تغريدات وحطها في كتاب هذا كله تجاره انتم قاعد تلعبون على وتر انكم مشاهير فعلاً. وعندكم صحيح. عندكم جمهور وجمهوركم كله ما بين ال 14 الى 18 سنه ما تعتبر شاعر للحين صحيح اذا كنت بتكون شاعر فعلا خل جمهورك شعراء أو متذوقين للشعر الحقيقي صحيح اليوم فعلا الشعر العربي والنبطي هي من ال الأشياء اللي نعتز فيها بثقافتنا العربية فعلا من هنيك على اه يمكن اهتمامك بالشعر ودراستك لإله وايضا مصداقيتك واجوبتك اللي كانت صريحه بندر عبد العزيز الفطغوش شاعرنا لليوم شكرا كثير لك نحن رح نختم مع مشاهدينا ورح نرجع لك لتختم على قصيده من عندك يعطيك العافيه بندر يعطيك العافيه وصلنا للختام صحيح يا زينب بهيك نكون وصلنا على ختام حلقتنا لليوم من برنامج صباح الخير يا وطن دائما رح نطل عليكم بنفس الموعد من يوم الاثنين وحتى يوم الجمعه على الساعه العاشره صباحا بتوقيت دوله الامارات نطل عليكم عبر شاشه تلفزيون الفجيره مطلع الشمس مشاهدينا تريمينا باكر في نفس الموعد في برنامجكم الصباحي صباح الخير يا وطن في امان الله تفضل الله الله. آه. عندي قصيده كتبتها في الحلم يعني كانت مثل الحلم فعلا انا ما تعبت فيها لكن جاتني في الحلم وقعدت من النوم وكتبتها الهام في الحلم كتبتها ورديت نمت وقعدت وحسيت اني حلمان اني كاتب قصيده فطلعت الموبايل ولا صدق موجود فاقول والله ان البعد يكوي من وطاه ومن تعلق بالهوى غيري هوي من قوال الصد ولا ما قواه بشروه اني مع الضيقه خوي صدري يلي لو اعلم عن خفاه غير تسمع كارثه تدوي دوي قمت اشوف الموت لمثالي حياة والحزن احيان يفتن ويغوي ما كفاه الجرح يطعن في جفاه في عذابي دافع لها معنوي كنه موصى على قتلي وصاه وجرح وجدي بين ضلعيني قوي ليت لي قلب يكسرني هواه ومشاعر تلوي ذراعي لوي لا تنادوني وانا بالي معاه من عرفته من طوي حالي طوي صح